نعم تفضل. طيب، السلام عليكم، تحياتي للجميع. عليكم السلام. إن شاء الله إن شاء الله النهاردة المناظرة في صفات الله بين الإسلام والمسيحية بين الأخين الكريمين الشيخ زين خير الله من الطرف الإسلامي والأستاذ مكاريوس من الطرف المسيحي. الصوت واضح كده؟ نحن سامعينك تمام. طيب تمام، خير ان شاء الله. المناظره هتبقى باذن الله ثلاث مداخلات لكل طرف. المداخله ربع ساعه ان شاء الله. البدايه هتبقى مع الشيخ زين باذن الله، والخاتمه هتبقى مع الاستاذ مكاريوس. شيخ زين، الساعه دلوقتي 10 بالظبط، مع حضرتك 15 دقيقه، اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما معروف العنوان المناظرة صفات الله بين المسيحية والإسلام. بداية، نحن متفقون أن الاعتماد يكون على القرآن الكريم والسنة المتفق على صحتها والكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. حقيقة أنا أحب أن أعقد مقارنة بين الكتابين حتى نعرف يعني حتى نعرف الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى في الكتابين. نبدأ بالكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى. في سفر الخروج 31:17 يقول: في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. كل عاقل يتفق معي أن الاستراحة لا تكون إلا بعد التعب. إذن الكتاب المقدس يقول عن الله سبحانه وتعالى أنه يتعب. لاحظوا على كلمة تنفس، أكيد كلكم تدركون وتعرفون حينما يركض الشخص بقوة يرتاح قليلا ويأخذ نفسا. انظر إلى الصفات البشرية البحتة التي ينسبها الكتاب المقدس لله تعالى. وهنا القرآن الكريم يرد على هذا في سورة قاف. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب وأقل التعب. فالله عز وجل هنا يقول في القرآن الكريم لم يمسه أقل التعب أو التعب. والكتاب المقدس عند اليهود والنصارى يقول إن الله استراحة وتنفس، والاستراحة لا تكون إلا بعد التعب. هل هذا الكلام من عندي أن الاستراحة لا تكون إلا بعد التعب؟ قطعا ولا شك لا. العقلاء يتفقون على هذا، والكتاب المقدس يقول هذا أيضا. نقرأ في سفر أيوب في الكتاب المقدس، في سفر أيوب 3:17 يقول: هناك يكف المنافقون عن الشغب، وهناك يستريح المتعبون. يستريح المتعبون، إذن من يستريح يا إخوة؟ المتعب. مع أن هذا لا يستحق يعني أني أنا آتي عليه بأدلة، لكن ما علينا يعني حتى أعرف أنا كيف سيكون الرد. طيب، وأيضا جاء في سفر صموئيل، سفر صموئيل الثاني 16:14 يقول: وجاء الملك وكل الشعب الذين معه وقد أعيوا فاستراح هناك. أعيوا يعني تعبوا، فاستراحوا هناك. إذن الكتاب المقدس يستخدم سياق الاستراحة، سياق الاستراحة ويجمعه مع التعب، يجمعه مع التعب. من الصفات الأخرى أيضا أن الإله في المسيحية يجوع ويأكل ويعطش. طبعا مباشرة الأستاذ سيقول لي: لا لا لا، هذه الصفة البشرية هي التي تأكل، الصفة البشرية للمسيحية التي لا تأكل وتشرب. أقول له: اسمع وانتظر، فأنت أرثوذكسي، اسمع ماذا يقول الأرثوذكس المسيحيون في كتاب أسئلة حول حتمية التثليث، التوحيد والتجسد، حلم القمص يعقوب، صفحة 284. أتمنى تكون مراجع واضحة. يقول القديس غرغريوس الكبير: لا تفرق بين لاهوته عن ناسوته، لأنه بعد الاتحاد غير منفصل وغير مختلط، وهو من البدء إله في كل زمان، وصار إنسانا وهو باقي إلها. اسمعوا هذا الكلام: فإذا رأيته قد جاع، يعني الإله عندهم، المسيح عندهم، قد جاع أو عطش أو نام أو رأيته يتعب ويجلد
أو يوثق بالمسامير أو يموت بإرادته أو يحرس في قبر كميت، فلا تحسب هذا للجسد وحده، لا تحسب هذا الجسد وحده. إذن الآلام لا تنسب للجسد وحده. ويؤكد هذا الكلام أيضا في كتاب أسئلة، نفس الكتاب الصفحة 286، يتكلم عن هل الله في المسيحية يموت أم لا. في الحقيقة الله في المسيحية يموت، والدليل أمامكم في نفس الكتاب هذا. انظر ماذا يقول: والآن نضع السؤال صريحا وواضحا، هذا المرجع المسيحي يقول ذلك: هل نستطيع أن نقول أن الله مات على الصليب؟ ونترك الإجابة للقديس مار إسحاق السرياني ليعلمنا قائلا: سمعت الناس يتساءلون أمات الله أم لم يمت؟ يا للجهل، إن موته، شوف يقول لك مات، إن موته خلص الخليقة وهم يتساءلون إذا كان قد مات أم لم يمت. ثم يقول تحت هنا: حقا لم يكن الجسد وحده معلقا على خشبة الصليب بدون الله. يعني الله كان معلقا على خشبة الصليب حسب ما تعتقدون، حتى لا تنكر هذا يا أستاذ. ثم يقول: ولم يكن الله يتألم في الجلجثة بدون الجسد. يعني كان الإله يتألم على الجلجثة بتاع الصليب هذه هو والجسد. هذا كلام الكتب المسيحية. أيضا يؤكد نفس الكتاب على أن الله يجوع ويعطش في المسيحية. يقول: لقد جاع المسيح وتعب من الرحلة المشي، من الرحلة المشي، ونام في القارب وضربه معذبوه وجلده بيلاطس وبصق عليه الجنود وطعن في جنبه. هذا المسيح عندهم اللي هو من هو الله. وقدم له الخل الممزوج بالمر، بل أكثر من هذا، ذاق الموت وتألم على الصليب وتحمل إهانات اليهود. كل هذه الأمور، اسمع يا أستاذ، يعتقد المخالفون، إياك أن تكون منهم، يعتقد المخالفون أنها حدثت لإنسان ويمكن أن تنسب فقط لأقنوم الإبن ذاته، لكننا نرفض أن نقسم عمانوئيل إلى إنسان مستقل عن الكلمة. انظر إلى هذا الكلام، يقول: بسبب اتحاده بالجسد تألم بكل الإهانات. من الذي تألم؟ الإله عندهم، بكل الإهانات، لكنه احتفظ بما له من عدم الألم، لأنه ليس إنسانا فقط، بل هو الله، بل هو نفسه الله. إذن يؤكد هنا أن الآلام لم تكن للجسد وحده. أيضا من صفات الله في المسيحية يشبه بأشياء لا تليق، يشبه. في سفر المزامير 78-65 يقول: فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. استيقظ كنائم، أنا عارف تشبيه هذا بس تشبيه لا يليق، كنائم كجبار معيط. ممكن يشرح لنا الأستاذ ما معنى معيط؟ معيط من الخمر، يعني اللي من الآخر، يعني اللي فاقد، ما نكملش يعني عشان ما يتهمونيش اني انا بسيء يعني، لكن المهم اللي سكران على الاخر يعني. ايضا الاله في المسيحيه يهيج من الشيطان، يعني الشيطان يهيج الاله. هذا الكلام جاء في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى. في سفر ايوب 2:3 يقول: فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ لانه ليس مثله في الارض، رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله. وقد هيجتني، من الذي قال هذا الكلام؟ الرب للشيطان. وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. يا عقلاء، هل هناك مخلوق ملعون رجيم بغض النظر حتى لو مخلوق يعني عظيم مستقيم يهيج الخالق؟ فما بالك الشيطان يهيج الخالق. ماذا تركتم يعني من صفات عظمة أخرى يعني لم تنسبوها للشيطان؟ أيضا جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس 1:25 يصف الله بالجهالة والضعف. يقول عياذا بالله: لأن جهالة الله أحكم من الناس، هذا في الكتاب المقدس عندهم، وضعف الله أقوى من الناس. تمام؟ طيب، في سفر يوحنا 17:14 رؤيا يوحنا يقول: هؤلاء سيحاربون الخروف. طيب من الخروف هذا؟ نكمل ونشوف. والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. إذن لاحظونا، ما قال سيحاربون الذي كالخروف، ما فيش كاف التشبيه، هو خروف بذاته، هكذا النص يقول. سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم
لأنه ليش يغلبهم الخروف هذا؟ لأنه رب الأرباب. من هو رب الأرباب؟ الله سبحانه وتعالى، سيد الأسياد الله سبحانه وتعالى. طيب، تشبيهات الله بالحشرات والحيوانات وهكذا. في سفر هوشع 13:8 يقول، يتكلم هنا الرب ويقول: أصدمهم كدبة مثكل، يعني هو يبقى كدبة، الرب يبقى كدبة، وأشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوة. الرب يشبه باللبوة. هل الأستاذ يرضى أن أشبهه باللبوة؟ ثم يقول: يمزقهم وحش البرية. طيب، لكن في الإسلام لن تجد هذا الكلام أبدا. في الإسلام لن تجد إلا الصفات الحسنة والرائعة والعظيمة، صفات الكمال والجمال. لكن في الكتاب المقدس نجد تشبيهات بالحيوانات، تشبيهات. يعني أنا أسأل، هل يرضى الأستاذ أن أشبهه بالخروف في الوداعة؟ أنا شايف الأستاذ ماكريوس وديع بصراحة، فهل يرضى أني أنا أشبهه بالوداعة؟ كما تقولون نشبه الرب بالخروف لأنه يشبهه في الوداعة، هل يرضى الأستاذ أن أشبهه بشريب الخمر وأقول له مثلا، خليني أنا أقول: استيقظ البابا شنودة كنائم كجبار معيط من الخمر، أو استيقظ البابا الفاتيكان، والله الفاتيكان كله سيهيج علينا والكنيسة القبطية كلها ستهيج علينا، كيف تشبهون باب الكنيسة بشريب الخمر؟ طيب، كتابكم يشبه الله بشريب الخمر، ما الفائدة من هذه التشبيهات؟ ما الفائدة التي تعود إلينا؟ هل أنا تريد مني أن أؤمن بكتاب أقابل الله يوم القيامة وأقول له: يا الله، أنا أمنت بكتاب يقول عنك استيقظت كشارب، استيقظت معيط من الخمر كشريب الخمر، يعني ومعيط وهكذا؟ هل سأقول لله يوم القيامة: يا رب، أنا آمنت بكتاب يقول عنك أنك أنت استرحت وتنفست، وكفرت بكتاب يقول عنك لم يمسك لغوب، لم يمسك تعب؟ هل تتوقع يا ضع الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن بالكتاب الذي يقول أن الله لم يتعب أبدا ولم يمسه لغوب، يضعه في النار في بحيرة الكبريت ويضعه ثلاث دقائق يا أستاذي؟ نعم، تمام. باقي ثلاث، ويضع من يؤمن أن الله كالخروف أو خروف وكلبوة ويشبه بباقي الحيوانات، في حتى نصوص أخرى سأتي بها كلص، يشبه الرب باللص، تمام؟ هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الأشياء، هل تعتقد أنهم سيوضعون في الجنة أو الملكوت؟ طيب، أنا الدقيقتين ممكن ضيفهم لي في يعني الرد بتاعي، ممكن أحتاجهم في الرد على الشبهات. أنا الآن انتهيت من مداخلتي. طيب، خلاص، أوكي، الدقيقتين أضيفهم على المداخلة الجاية. أستاذ ماكاريوس، الشيخ زين بدأ بوصف الإله في سفر الخروج بأنه تعب واستراح، بعد كده سفر أيوب، وبعد كده جاب رأي القديس ماري إسحاق السورياني. رقم 4، وصف الكتاب المقدس للإله بأنه جبار معيط من الخمر. رقم 5، أنه الشيطان هيج الإله على سيدنا أيوب. رقم 6، رسالة بولس لكورنثوس 1:25، جهالة الله أحكم من الناس. رقم 7، رؤيا يوحنا 17:14، تشبيه الإله بالخروف. رقم 8، التشبيه بالدب واللبوة. وبيسألك سؤال: هل تقبل أن أشبهك بالحيوانات أو بالدب أو اللبوة؟ تفضل أستاذ ماكاريوس، الساعة دلوقتي 10:12 مع حضرتك 15 دقيقة، تفضل. طيب، سلام المسيح مع الجميع. أرحب بالشيخ زين خير الله، بالأستاذ مدير المناظرة الأستاذ رامي حسبه، وأتمنى من الله أن تكون مناظرة شيقة بها طرح أكاديمي. في الحقيقة، حينما نبحث عن صفات الله التي اتصف بها في القرآن والتي يعتز بها جدا الشيخ زين، لابد وأن الأمر سيشكل لك عزيزي المستمع، مسلما كنت أو مسيحيا، صدمة، لأنك ستقف في حيرة من أمرك: من هو الله ومن هو الشيطان بناء على هذه الصفات؟ فنجد أن الشيطان هو الذي يزين للناس أعمالهم السيئة حتى يرونها حسنة، لكنك تقرأ في الأنعام 108: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فمن هو الله ومن هو الشيطان هنا؟ وما نقوله قاله القدرية والمعتزلة، استنكروا على الله
أن يخلق الكفر ويزينه للناس، والشيخ ما يقدرش ينكر هذا الكلام. في سورة آل عمران 14 تخبرنا زين للناس حب الشهوات زين للناس، عفوا يقرأ القرآن صح معلش. لا أنا أقرأ القرآن صح، مبروك عليك، لحظة أنت لحظة. لأن هذه قراءة من ضمن القراءات، ارجع إلى التفسير، أنا أعطيتك الحبة وأنت التقطتها بفمك، شكرا لك، ارجع إلى التفسير، هذه قراءة من القراءات، هل القراءات غير متوافقة؟ شكرا لك. أكمل لا معي في القراءات لأننا لست سهلا. أستاذ مكاريوس تمام. زين للناس زين، أي الله هو الذي زين، هي زينة بس دي قراءة من القراءات، الشيخ بيضحك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه الآية التي أحدثت إرباكا في تفسيرها عند صحابة رسولكم، من الذي زين للناس حب الشهوات من النساء، الله أم الشيطان؟ يذكرني هذا بالحديث الذي جاء عن نبيكم حينما قال مرت بي فلانة فدخلت في قلبه شهوة النساء، فترك الصحابة وترك المجلس وذهب إلى إحدى زوجاته، وحينما أفرغ شهوته ورجع سأله الصحابة يا رسول الله أكان شيء؟ يعني سبتنا ومشيت، إيه اللي جرى؟ فقال لهم على الموضوع، فمن الذي زين هذه الشهوة إلى نبي الإسلام؟ إله القرآن أم الشيطان؟ كذلك معروف عن الشيطان أنه هو المضل للبشر، ولكن واعجبا، فحينما نقرأ في سورة الأنعام 125 نجد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الإرادة هنا لله، إن أراد أن يهديك انتهى الأمر، وإن أراد أن يضلك ما تحاولش، لو طلعت السماء أمرك منتهي، انسى. الطامة الكبرى، بل القشة التي قطمت ظهر البعير، أن إله القرآن هو الذي أغوى الشيطان. متخيلين مقدار الفاجعة؟ لأول مرة في حياتي يصعب علي الشيطان، ولذلك سبب ما البشر فيه اليوم من تعب وشقاء وسقوط في الخطية هو بسبب أن إله القرآن هو من أغواه. لذلك انتقاما أقسم الشيطان في الحجر 39 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ياريت تقول لنا معنى الإغواء في اللغة. في الأعراف 16 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لم يكتفي بإغواء الشيطان بل يغوي البشر. نوح عليه السلام يقول لقومه في هود 34 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نجد أن الله لا يعلم الغيب بمقتضى الحجر 2، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا، ربما، هو مش متأكد، يمكن. فهل يليق بالله أن يقول ربما؟ ماذا تفيد كلمة ربما من الناحية اللغوية؟ هل تفيد القطع واليقين؟ كذلك في الأنفال 65 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآية اللي وراها على طول الأنفال 66 نسختها، لأنه ما كانش يعرف أن الأمر ده هيصعب عليه، فيقول لهم الآن دلوقتي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. كل المفسرين، أرجو أن الشيخ زين يسمعني كويس، كلهم تجاهلوا كلمة الآن نهائيا، لأنها فعلا ورطة، لأنه لو هو يعلم من الأول كان إيه لازمة الأنفال 65 من الأساس؟ ماذا قدمت أصلا للمسلمين؟ ياريت تقول لنا عكس كلمة عالمة في المجامع العربية، أليس لها معنى آخر غير أنها عكس الجهل؟ مش هتلاقي. كيف يليق بالله أصلا أن يغير ويبدل ويمحي كلامه وينسيه لعباده وأنبيائه؟ دي أسئلة. من صفات إله الإسلام اللي اتصف بها في القرآن أنه شيء، نعم لا تتعجب، في سورة الأنعام 19 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، في القصص 88 كل شيء هالك إلا وجهه. فإن كنت أنت لا تقبل أن أقول لك مثلا أجبني يا شيء فكيف تجعلون إلهكم شيئا؟ تقولون أنكم ضد التجسيم. هناك حديث عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله رأيت ربي في صورة شاب أمرض له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. طب إن لم يكن هذا هو عين التجسيم ووصف دقيق لصورة إلهكم من على فم نبيكم، إيه ده ممكن نسميه إيه يعني؟ في الفتح 10 يد الله فوق أيديهم، فأنا بسأل اليد هنا ظاهرية؟ يا ريت تجيبني، يد حقيقية أم لها معاني
تأويلية مجازية. الآيات اللي تكلمت عن الصفات الذاتية الخبرية لله في القرآن من المحكمات أم من المتشابهات؟ هذه أسئلة هي الفيصل في مناظرتنا اليوم. في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هو بيهرول ويجري وليه رجلين بيهرول بيهم، ويوصف نفسه بصفات بشرية وصفات جسمانية. فليه بتقول ان انتوا لستم مجسمة؟ هل هذا الكلام معناه ظاهريا ام معناه مجازيا؟ هل له تأويل اخر؟ الرحمن على العرش استوى، هل الاستواء هنا جلوس حقيقي وقعود حقيقي على عرش حقيقي ام انه رمزي؟ بل انه من ثقله حينما يجلس على العرش يكون له اطيط كاطيط الرحل الجديد براكبه. الهك للمفترض الا تدركه الابصار الذي لا يمكن ان تروه بعيونكم، الذي تقولون ليس له هيئة ولا جسم وليس كمثله شيء، يراه المؤمنين يوم القيامة. يراه المؤمنين كما يرون الشمس في واضح النهار، يرونه بأم أعينهم رؤيا لا تأويل فيها ولا نكران. هل الذي دفع البعض إلى التغني بذلك في القصائد نقول عليهم أنهم فسروا الإسلام بطريقة أخرى أو كفر أو ليسوا من المسلمين؟ السؤال الخطير: هل القرآن ذاته هو صفة لله؟ صفة لله، وإن كان صفة من صفاته فما اسم هذه الصفة؟ إن أجبتني إن هو صفة ذاتية لله، طب التوراة والزبور والإنجيل هل هما كذلك؟ هل صفات الله لصيقة به؟ ولا يمكن إنها تتمثل وتتشكل في صورة جسم مثلا؟ إله الإسلام ليه يد يمين ويد شمال؟ في حديث ابن عمر: يطوى الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك. يعني له شمال وله يمين. هل تؤمن بأن إلهك في كل مكان؟ إيه حكم اللي بيؤمن إن إله الإسلام في كل مكان؟ إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. طب ما قدام صورة هو وقدام طوله، تقسيم ده ولا مش تقسيم؟ على صورته، الهاء هنا عائدة على من؟ آدم أم الله؟ بل هناك متن آخر بالحديث يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن بكل وضوح. يحمل عرش إله الإسلام يوم القيامة 8 حمل حقيقي لإله جالس على عرش جلوس حقيقي. وإن كان اختلفوا في تفسير 8 هل هم عدد 8 ولا هم 8 صفوف؟ وعرش الله اهتز عند وفاة سعد بن معاذ. يبقى إذن أنا أمام عرش عبارة عن جسم محدود، إلهك جالس عليه جلوس حقيقي، إذن هو أيضا محدود يحد مجسم. ددشت له كتاب كامل اسمه إثبات الحد لله عز وجل. بالنسبة للشبهات اللي حضرتك اتطرقت إليه، الشك المسيحي والرد على كافة الشبهات اللي أوردها واللي هيوردها على ما سمعنا الشيخ زي، أنا حابب بس أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، إن إحنا لو فهمناها هتبقى أنت بنفسك قاعد بتسمع الشيخ زين وبتجيبه، وهتعرف فين الخلل وأين السبب، وهو النتيجة بتاعت عدم الدراسة الجيدة للكتاب المقدس وللفكر اللاهوت الذي فيه. ربنا لما استخدم بعض التشبيهات كان بيقصد منها إن هو يخبرنا بطريقة نفهمها ونعيها المغزى من ورائه. كتبت الوحي هم بشر تأثروا في كتاباتهم بكل الظروف المحيطة بهم وبالبيئة المحيطة بهم، وكان من الطبيعي أن تصاغ من قبلهم بداخل الوحي المقدس. حينما يورد التشبيه بحيوان معين أو طائر معين، هو يقصد علاقة الشبه في نقطة معينة تحديدا، لا يقصد التطابق التام بينهما. هذا لا يقول به عاقل. يمكن أن أقول مثلا أن فلان شبيه بطائر معين في صفة معينة ولا حيوان معين في صفة، لا إشكالية في هذا إطلاقا. ما الحيوانات دي لازم نعرف أنها من مخلوقات الله. الله لم يخلق شيئا ليس بحسن. اللغة لا تحد الله، لا تنتقص منه. أي عمل أدبي روعته تستمد من روعة أسلوبه البلاغي. هناك صفات بشرية وصف الله بها ذاته فيما يعرف عندنا بمنهج خاص بتشبيه الله بالإنسان. ما هو المنهج ده؟ بيوصل بينا لمعاني إلهية بطريقة بيفهمها الناس وبيعيشوها من واقع البيئة بتاعتها. بالنسبة لشبهاته، معنى الراحة في اللغة العبرية أعمق من اللي أنت فهمته، لأن الكلمة عبريا شاباس وليها عدة معاني مش المعنى بس اللي وصل لفهمك. منها الكف عن ممارسة شيء معين، توقف، احتفل، انتهى، ترك،
تخلص، وضع جانبا. إذن المعنى الأعمق للكلمة أن توقف وأنهى عمل معين وبدأ في ملاحظته والإشراف عليه. فالمعنى أسمى بكثير، المعنى أسمى بكثير من مجرد أن تفكر أن الله يتعب بالمعنى الدارج والقريب للغة. باقي ثلاث دقائق قريب للكلمة. حاضر حاضر أنا سامعك. وعلشان أؤكد لك صحة ما أقول، معنى التعب المقصود بالمعنى اللي أنت بتنادي به مختلف تماما. كلمة اسمها نواش دي معناها التعب الفعلي، صفر. الأيوب اللي أنت استشهدت به، هناك يكف المنافقون عن الشغب وهناك يستريح المتعبون، هي شباس ولا نواش؟ نواش. فأنت بتستشهد بكلام خاطئ، أنت بتاخد بالكلمتين بالمعنى العربي لكن أنت ما رجعتش للأصل اللغوي، فهذه مشكلتك. ثم استيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، وترى بأن كلمة معيط اللي هي بتترجم مترو فينان إن الراجل عمال يتطوح والدنيا خربانة معاه. إيه معنى مترو فينان أو معيط؟ كلمة مترو فينان مأخوذة من رانان، الصياح والصراخ بفرح بصوت انتصار. الغرض من هذه الصورة البلاغية إن عايز يبين لنا قوة الله، مش المعنى المقصود إن الرب كشخص قام مدروخ من الخمر. ما ده كلام، مش ده مزمور تاريخي بيقدم لنا فكرة معينة. ده أصلا بيتكلم كمان عن الخلاص اللي هيعمله المسيح بالقيامة، ده كانت نبوة، والنبوات عادي جدا. احنا عندنا أربع مزامير تاريخية، ده بيعتبر من ضمن المزامير التاريخية. أنت ما تعرفش المعلومة دي وما تعرفش يمكن إيه خلفية المزمور ده. ده مزمور بيتكلم الله فيه عن عمل شعبه. معنى كلمة هيكتني سوس، معناها الدقيق، يعني انت طلبت ان تحصل مني على موافقة ضده. الكلمة اصلا في القواميس اللغوية مجازية، يعني تحمل ان تأتي بمعنى مجازي، فانت تاخدها وتعملها بالمعنى الحرفي هكذا. انتهى الوقت استاذ مكاريوس. تماما، انا احاول ان شاء الله في المداخلات القادمة ان شاء الله انا احاول نرد على الوقت. اتمنى من الشيخ زين يرد عليا كده انا فرح. طيب شيخنا الكريم، الاستاذ مكاريوس طرح سورة الأنعام الآية 108 وقرأ قراءة زينا للناس وليس زينا للناس. سورة الحج الآية رقم 39 إن الله أغوى الشيطان، الآن خفف الله عنكم. بعد كده القصص 88 وأن الله شاب أمرض، والحديث عن سيدنا عكرمة، السؤال عن الرحمن على العرش استوى، وهل الاستواء هو استواء فعلي أم لا، لا تدركه الأبصار ثم يعرض للأبصار يوم القيامة، يد الله هل ليه يد أم لا، هل الله في كل مكان أم لا، ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية، هل هم ثمانية فعلا ولا ده مجاز؟ شيخنا الكريم الساعة دلوقتي 10:26 دقيقة، فضل مع حضرتك 15 دقيقة ودقيقتين من المداخلة اللي فاتت. انا مش سامع صوت الشيخ زين، انا مش سامعه خالص. انت سامع يا استاذ رامي؟ لا صوت الشيخ زين مش واضح. تمام. طيب الشاب واضح كده، واضح وصل يعني. تمام. بالنسبه للشاب الامرد هو هذا الذي في الصوره الهك يا استاذ، واطلع انكر امام الناس ان الشاب هذا الذي يلبس الاحمر بالازرق والوسيم الامرد هذا، انكر امام الناس قل هذا ليس الهي، اتحداك. من الشاب الامرد يا اخوه؟ هذا الموجود في الصوره الذي يعبده من؟ الذي يعبده الاستاذ هنا الموجود معنا في المناظره. بالنسبه لحديث الشاب الامرد، اغلب العلماء اصلا ضعفه، هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، حتى على فرض صحته فهي رؤيا منامية. أتحداك أمام الجميع تأتي بعالم مسلم واحد قال إن الله في الحقيقة شاب أمرد، هذا تحدي لك، لن تستطيع أن تأتي بهذا أبدا. إنما هي رؤيا منامية، والرؤيا المنامية معروفة إن هي لا يرى الأمور على حقيقتها. فعندك سفر اسمه سفر رؤيا يوحنا، يوحنا كان بيشوف خروف بسبع قرون في الرؤيا في الحلم، هل في خروف له سبعة قرون؟ لا، هذا حلم رؤيا، هذا فالذي يرى في الرؤيا ليس كالحقيقة. ومع ذلك أغلب العلماء ضعفوا هذا الحديث. تفاجد لم يرد على معظم ما قلته أو كل ما قلته، أصبح يعني يلقي شبهات
وقرأ الآية زينا يا ليتك أخطأت في هذه، بس أنت الصحابي معاذ بتقول معاذ، يعني أنت يا ريت خطأ واحد بس، ما أنا لو سجلت لك خطأ كم خطأ يعني لن ننتهي أبدا. الأستاذ يقول إن الله معروف إن الشيطان هو الذي يضل، وفي الإسلام الله ضل. يا سلام، أنت الآن وصفت إلهك في الكتاب المقدس عندك أنه الشيطان، لماذا؟ لأن الرب في كتابك يضل، وأتحداك تنكر هذا. افتح معي رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي الثانية إصحاح 2 والعدد 11، يقول ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. من الذي يرسل عمل الضلال؟ الله في كتابك. أيضا افتح سفر حزقيال في كتابك 14:9 يقول فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، أنا الرب قد أضللت ذلك النبي. من الذي يضل ذلك النبي؟ الرب عندك. إذن الرب ماذا؟ شيطان عندك باعترافك، لأنك قلت أنت الشيطان هو الذي يضل. الشيطان يضل الصالحين وغير الصالحين، أما الله سبحانه وتعالى في الإسلام لا يضل إلا من يستحق الضلال، ولا يزين إلا لمن يريد ذلك ولمن يسعى إلى ذلك. أنصحك بهذا الكتاب أصول الاعتقاد لمجموعة من علماء المسلمين، تجد في باب القضاء والقدر يشرحون أن الضلال الله سبحانه وتعالى يضل من يريد الضلال ومن يبحث عن الضلال، لكن الذي يبحث عن الهدى الله سبحانه وتعالى في الإسلام يهديه. الدليل أواخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله أخبرنا في أكثر من آية إن الذين اهتدوا يزيدهم الله سبحانه وتعالى هدى، الذين يحبون الهدى يزيدهم الله سبحانه وتعالى هدى. لكن من الذي يضلهم؟ الله عز وجل. الله عز وجل يضل في القرآن الكريم كما أخبرنا في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين كفروا فيعلمون أنه الحق من ربه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اسمع الله ماذا قال، قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن من الذي يضلهم الله عز وجل؟ الذين يبحثون عن الضلال، الذين بحثوا عن نقض العهود، الذين نقضوا العهود مع الله، الذين خانوا وغدروا وفسقوا ودمروا وأفسدوا في الأرض كما قالت الآية. إذن القرآن الكريم لم يقل أبدا أن يضل الله عز وجل الناس اللي هم يعني يبحثون عن الهدى، بالعكس هؤلاء يهديهم، وإلا كيف هدى الله سبحانه وتعالى الصحابة وكيف هدى كثير من الناس؟ لأنهم بحثوا عن الحق فهداهم الله سبحانه وتعالى. طيب تكلمت عن ربما، قلت ربما في اللغة تأتي للشك، خذ هذه المفاجأة، ربما قد تأتي في اللغة ليست للشك. نعطيك الدليل، تعال اقرأ معي حديث السيدة عائشة في سنن الترمذي. تقول السيدة عائشة، اسمعوا يا إخوة، تقول ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما بي أن أكون أدركتها، وما ذلك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان لا يذبح الشاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يذبح الشاة. طيب شوفوا باقي كلام السيدة عائشة، قالت يذبح الشاة وربما يبعث بها لصديقات السيدة عائشة، صديقات السيدة خديجة. إذن السيدة عائشة هنا استخدمت كلمة ربما للتأكيد، لأن السيدة عائشة في هذا الحديث أكدت أن السيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ويرسل لحمها لأصدقاء السيدة خديجة، مع ذلك استخدمت كلمة ربما، واستخدمتها هنا في السياق كله للتأكيد. إذن كلمة ربما تأتي للتأكيد، وأنا أتحداك أيضا تأتيني بتفسير واحد لعلماء المسلمين قالوا إن ربما هنا أي أن الله شك ولم يعلم، أن الله شك ولم يعلم يعني المستقبل أو لم يعلم الأمر. طيب الله سبحانه وتعالى قال عن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قال إن الله له يد. ما أنت أيضا في كتابك إن الله له يد، مش في نص في سفر المزامير في كتابك يقول اجلس عن يميني،
أليس الله عندك له يمين وعنده يد وعنده أرجل؟ الله في كتابك هل تستطيع أن تنكر هذا؟ سأخرج لك النصوص إن أنكرت هذا. طيب بالنسبة لله صفات الله سبحانه وتعالى اليد والوجه وكل هذه الصفات، كل هذه الصفات أختصرها لك بآية كريمة واحدة، الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تنفي تشبيه الله سبحانه وتعالى بأي مخلوق. إذن أي صفة لله سبحانه وتعالى، أي صفة لله سبحانه وتعالى سواء يد أو وجه تختلف عن أي شيء آخر، لا يمكن أن تشبه بأي مخلوق، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل نفى أن يكون شبيها لأي مخلوق، تمام؟ بعدين كلمة يد لا يعني مثلا أنا أقول لك الآن يد الباب، أنت لك يد والباب هذا له يد، هل هذا يعني أنتم الاثنين نفس اليد؟ طيب نقول مثلا فنجان القهوة له يد وأنت لك يد، الحيوانات أيضا لها يد والبشر لهم أيدي، هل نقول إن أيدي البشر كأيدي الحيوانات؟ التشابه الألفاظ لا يعني الكيفية واحدة، إذا تشابه لفظ صفة لله سبحانه وتعالى مع صفة لمخلوق لا يعني أن الصفة واحدة، إنما هذه تشابه ألفاظ وليس تشابه هيئة أو كيفية. لم يقل أحد من علماء المسلمين أن يد الله مخلوقة كيد المخلوقين أبدا، لم يقل أي واحد من علماء المسلمين هذا، بل الذي يقول هذا قد كفر أصلا. طبعا هو اعترض على شيء، الله الأستاذ قال إن الله شيء في الإسلام، طيب عكس الشيء ماذا؟ لا شيء، يعني أنت إلهك لا شيء؟ ها؟ كيف هذا؟ يعني هذا شيء عجيب جدا، شيء هذا يطلق على الشيء الذي له وجود، أين الإساءة وأين العيب في ذلك؟ هل أنت إلهك لا شيء؟ إذا كان إلهك لا شيء هذا يعني شيء آخر يعني حقيقة. طيب قال الأستاذ أن عادي يشبه الله في الكتاب المقدس عنده بالحيوانات، ما فيش مشكلة عادي، لأن مخلوقات الله كلها حسنة والحيوانات كلها حسنة. طيب هل بما أن الحيوانات كلها حسنة لماذا الإله عندك لم يتجسد في خنزير؟ الخنزير حسن طبعا، لماذا الإله لم يتجسد في خنزير؟ لماذا الإله عندك اختار الإنسان فقط؟ ليش ما اختار الحيوانات الحسنة؟ ليش ما اختارش الكلب؟ ليش ما اختارش القرد؟ ها؟ طيب أنت قلت الحيوانات حسنة ولا بأس أن يشبه الله بالحيوانات في كتابك عياذا بالله، طيب هل ترضى أنت أشبهك بالحيوانات؟ يعني مثلا أقول لك مكر اليوس أو مكر يوس في الوفاء كالكلب، حاشاك يعني، بس أنا أضرب لك يعني مثال، أنت قلت عادي تشبيه بالحيوانات ما فيش مشكلة، فهل هذا تقبله أنت عادي؟ أيضا قال الآن علم فيكم ضعفة، هل تنكر إن هذا موجود في كتابك؟ هل تنكر إن في نصوص في كتابك تقول إن الله الآن علم؟ إذا أنكرت ذلك أنا سأؤجل النصوص للمداخلة الأخرى. الآن علم فيكم ضعفة، على فكرة هذه موجودة بالنص في كتابك في سفر التكوين وفي سفر التثنية وغيرها من الأسفار، بس أنا مش هطلع النصوص الآن، هخليها مفاجأة. أريدك تنكر إن لله في كتابك نص يقول الآن علمه، في هذه اللحظة علمه، أنكر وأنا سأخرج لك النصوص، لن أخرجها الآن. بالنسبة لآية الآن علمه، اعلم أن علم الله في الإسلام قسمين، علم غيبي وعلم شهادة وهو علم الرؤية. أما العلم الغيبي فباتفاق علماء المسلمين وعشرات النصوص في القرآن الكريم الآيات تقول أن الله سبحانه وتعالى واسع عليم، عليم بكل شيء ويعلم ما كان وما سيكون ويعلم كل شيء، عشرات النصوص التي تؤكد ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، فهذا الأمر متفق عليه. لكن لما قالت الآية الآن علم فيكم، وفي آيات أخرى مشابهة لها وفسروها علماء المسلمين ليس كما ادعيت، أن العلم هنا المقصود به علم الرؤية، وكلمة علم في اللغة العربية قد يعنى بها رؤية، وأيضا كلمة رؤية قد يعنى بها علم. أعطيك مثالا على هذا، الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينه قصة أصحاب الفيل؟ لا، المقصود ألم تعلم. إذن الرؤية تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى العلم. أيضا الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد،
هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ربه بعاد؟ لا، إنما معناها ألم تعلم ما فعل ربك بعاد. فالرؤية قد تأتي بمعنى العلم، والعلم قد يأتي بمعنى الرؤية. فهذه الآية الآن علم فيكم، تمام، الآن علم فيكم بمعنى الآن رأى فيكم، الآن رأى فيكم هذا. طيب بالنسبة لكلمة يستريح، طبعا لم يرد على المقارنة القرآنية، قال إن يستريح معناها توقف عن العمل، ليس معناها هذا، لأن النص في سفر التكوين يشرح ذلك. سفر التكوين يقول يعني معنى النص انتهى وفرغ من العمل، ثم قال استراح، يعني الرب عندك فرغ من العمل ثم استراح. إذا استراح والفرغ من العمل يختلفان، يختلفان. بعدين النص يقول استراح وتنفس، لماذا تجنبت كلمة تنفس؟ ما معنى كلمة تنفس؟ هل إلهك يتنفس؟ يعني إذا انقطع عليه النفس سيموت؟ لماذا تجنبت كلمة تنفس؟ لماذا أنت تقول لي أنت خذيتها بالمعنى العربي؟ وأنا مالي، أنا خذيت التراجم العربية، روح كلم مترجمي كتابك وقل لهم أنتم حمقى لا تعرفون الترجمة، لا تعرفوا تترجمون، مش مشكلتي هذه. علماء كتابك هم الذين ترجموا ذلك، ترجموها يستريح ويتنفس. ما معنى يتنفس؟ ما معنى؟ وسألتك سؤال وأعيده، هل ترضى أن أشبه البابا الذي حاط صورته الآن؟ نأخذ مثال البابا الذي حاط صورته أو بابا الشنودة، هل ترضى أن أقول ثلاث دقائق يا شيخ زين؟ تمام. هل ترضى أن أقول استيقظ البابا شنودة كنائم كجبار معيط من الخمر؟ هل ترضى أن أقول البابا شنودة كلبوة زي ما شبه كتابك الله قال أكون لهم كلبوة؟ أنت عارف اللبوة يعني حتى. طيب ما علينا. طيب بالنسبة ليهيئ الشيطان يهيج الرب، تمام، ما رديت على هذه النقطة أنت، إن كيف المخلوق يهيج الخالق. أنا ممكن دقيقتين هذه أيضا تضيفها، معلش يا أستاذ رامي لو سمحت تضيفها إذا احتجتها يعني في مداخلات أخرى. طيب شيخ زين دلوقتي حضرتك خدت 15 دقيقة وفاضل برضو دقيقتين عشان من المداخلة اللي فات، خلاص. طيب أستاذ مكاريوس، دلوقتي الشيخ زين بيتكلم عن رسالة بولس، الله عامل الظلام، الله يضل الأنبياء، سفر المزامير بيقول اجلس عن يميني، اتكلم عن تشابه الألفاظ لا يعني ان الكيفية واحدة، قال ان علم الله في علم شهادة وعلم غيبي. أستاذ مكاريوس الساعة دلوقتي 10:41 دقيقة مع حضرتك 15 دقيقة. طيب شكرا لك يا أستاذ رامي، هحاول في عجالة أن أنا ألم الحاجات اللي اتكلم فيها الأستاذ زين. الأستاذ زين بيعتبرني أن أنا راجل قارئ خطأ لآلي عمران 14 لما قلت زينا للناس، وهما بأكد عليك أن دي اتحداك أنا بقى، أنت عملت تحداني طيلة المناظرة، مش عارف تتحداني ليه يعني، ما حبش حد يتحداني خالص أنا، وعملت تحداني وأنا بتحداك أنك تثبت للناس أن هذه ليست قراءة من قراءات العشر، من قراءات القرآن عندك، زينا للناس. كارثة، كارثة أن يكون أستاذ وشيخ ويدرس ويحفظ القرآن بتجويده ولا يعلم أن هذه قراءة من قراءات القرآن. إذن أنا حينما أقول زي، وبعدين ليست إشكالية بالمناسبة إذا أنا كمسيحي أخطأت في قراءة القرآن، من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، فأنا ما عنديش مشكلة أن أنا أقرأه، أنا لست مسلما يعني، وعلى ذلك أنا أقرأه صحيح. أنا المشكلة عندك أنت، هذه قراءة ثابتة عندك أنت، إذن أنت تعترف أن هذه القراءة تحريف للقرآن. شكرا لأنك متعاون معي، شكرا. ثاني شيء، لما نرجع لهذا الكلام في تفسير فتح القدير للشوكاني، المزين قيل هو الله سبحانه وبه قال عمر، قيل هو الله سبحانه وبه قال عمر كما حكاه عنه البخاري وغيره، وقيل المزين هو الشيطان وبه قال الحسن. مسبهنا كده ما حسبناش أي قضية. أدينا بتكلم لك دمراش. طيب جل الشيخ زين بيتكلمني عن المضل، ده هو الله عندي، الله عندي هو اللي بيضل. لا، أنا ما عنديش إله بيضل، الله لا يضل في كتابنا المقدس، بل الله يعطي الشخص كامل الحرية وملء الإرادة، أنت حر تختار الخير أو الشر، دائما وأبدا يسعى إلى خلاصك. في رؤية 23، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن يسمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. هو بيتمنى من الكافر ومن الزنديق ومن البعيد ان هو ياتي اليه. في تثنية 30:19، اشهد عليكم اليوم السماء والارض، قد جعلت قدامك الحياه والموت، البركه واللعنه،
فاختر الحياه، اختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك. انت ما عندكش اختيار، وانا هثبت لك الان، لان في ابراهيم 4 فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والله عزيز الحكيم. والله العزيز الحكيم، تفسير الطبري: ثم التوفيق والخذلان بيد الله فيغزل عن قبوله ما أتاه به رسوله من عنده ما شاء منهم ويوفق لقبوله من شاء، ولذلك رفع فيضل. الإمام ابن باز سئل سؤالا استفسار عن الآية الكريمة يضل من يشاء ويهدي من يشاء في النحل 93، يجيب على التالي، يقول: على ظاهرها، هم بيسألوني فهمها ازاي، قال: على ظاهرها هو الذي يهدي من يشاء، الهداية بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليست بيد العبد، العبد ليس بيده إلا دعاء الله والضراعة إليه والعمل بطاعته والجد في الطاعة، والله الموفق يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بالله عليكم في شرح أوضح من كده، لو قال مسيحي هذا الكلام قلتم عليه كذاب ولا يفهم القرآن. ده أنا نقل لك اثنين من كبار كبار مفسرينك، عايز مني ايه بعد كده؟ ممكن معلش مقاطعه استاذ مكاريوس ومقاطعه شيخ زين. شيخ زين ما تشيرش نصوص دلوقتي في المداخله بتاعت حضرتك، شير النصوص بعد اذنك عشان ما يحصلش تشتيت بس للمتناصر. انا وقفت الوقت استاذ مكاريوس، كمل وقتك بعد اذنك، اتفضل. تمام، اجيبك على هذا النص، اجيبك على النصين اللي انت حاططهم، انا ما عنديش مشكله، انا مش ههرب منه. في تسالونيك الثانيه: لاجل هذا سيرسل اليهم عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل صروا بالاسم. ايه المعنى هنا؟ ده ربنا مش بيمنع الشرير من ارتكاب الشر، انت حر، ما ده الكلام اللي بقوله لك، اعمل ما تريد بملء ارادتك. انت عاوز الشر ومركز نظرك عليه، خلاص هو يتركك ليه، وطالما تركك ابليس هيقوم معاك ابليس بالواجب. المضل هو ابليس وعمله هو عمل الضلال، وبسماح من الله يرسل له، بيرسلهم عمل الضلال. ازاي يرسلهم على عمل الضلال؟ يرفع ايده عنه خلاص، يكف عن محاوله تبكيتك على الخطيه، خلاص انت مش عايز، انت حابب الشر ومقدم عليه، هو عامل لك ايه؟ لانهم لم يقبلوا محبه الحق حتى يخلصوا، وبالتالي هو لم يرسل لهم المضل ليضلهم، وانما ارسل لهم المضل ليفضح اعمالهم الشريره. هو لم يرسل ضلال، هو سمح بان المضل يزين لهم هذه الاعمال الشريره التي يقدمون عليها بإرادتهم، ومن هنا يستحق دينونة الله العادلة. النص الثاني: إذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي. طب ده الكلام كله يا شيخ زين، ودي الكارثة مع الأحباء المسلمين، لا في مرجع ولا في تفسير ولا أي شيء، الكلام كله بيتكلم عن الأنبياء الكذبة، بيكلمنا عن الناس اللي رفضوا سلطة الله من خلال أنبيائه الحقيقيين وصاروا وراء أنبياء كذبة. مطلوب منهم إيه؟ كم الأفعال الشريرة اللي فعلها هؤلاء الأنبياء الكذبة باسم الله لا يعد ولا يحصى، الله بريء من كل نبوءاتهم الكاذبة. في الإصحاح 14 اللي حضرتك استشهدت به، بيكلمنا عن الشعب اللي جه لحزقيال النبي ولكن الأصنام بتاعتهم كانت جوه قلوبهم. من العدد 3: يا ابن آدم هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معصرة معصرت اسمهم تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ ولكن شوف ربنا في العدد 6 لسه الله مديهم فرصة للتوبة، هم والأنبياء الكذبة بتوعهم، يقول لهم: لذلك قيل لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن رجازاتكم، توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن رجازاتكم اصرفوا وجوهكم. طب واللي مش هيعمل كده واللي مش هيرجع يسقف له؟ لا، في العدد 8: واجعل وجهي ضد ذلك الانسان واجعله ايه ومثلا واستاصله من وسط شعبي فتعلمون اني انا الرب. يبدا يتكلم بعد كده عن النبي الكذاب اللي لسه ما تابش ورجع عن الاسم بتاعه، وان ربنا يتركه في الضلال بتاعه ويبيده من وسط الشعب. اذا ضل النبي وتكلم كلاما فانا الرب قد اضللت ذلك النبي وسأمد يدي عليه وأبيله من وسط شعب إسرائيل. عايز إيه من إنسان ادعى النبوة وادعى أنه مرسل من قبل الله ويضل الناس، والله يبعت له إنذارات ويبعت له إيحاءات من قبل أنبياء حقيقيين وهو مستمر في هذا الأمر، مطلوب من الله يعمل إيه؟ فدينا ربنا. طيب ما ردتش
حتى على زين للناس لما قلت لك الحديث بتاع نبي الإسلام، هل الشيطان اللي زينه ولا ما زردك خالص؟ من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. أنا هبين لك بقى الفرق بين الضلالة هنا والضلالة هنا. هبين لك الفرق. إيه الفرق بقى؟ أن في التفسير الكبير للإمام الطبراني، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، أي فمن يرد الله أن يوفقه للإسلام يوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام. الله اللي أراد، الله هو اللي هيتبناك، الله هو اللي يتولى أمر تليين قلبك، هيعمل لك مساج كده لقلبك، يخلي الكافر ده يحب الإسلام. ومن يرد أن يضله، أي أن يغزله ويجعله في ضلاله الكفر، في ضلالة الكفر، يجعل صدره ضيقا حرجا. قيل الحرج موضع الشجر الملتف، يعني أن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف فيه الشجر. وقال أهل اللغة الحرج أضيق الضيق، وقال مجاهد الحرج الشك، وقال قتادة حرج ملتبسا، وقال النضر بن شميل قلقا، وقال الكلبي ليس للخير فيه منفذ، ليس للخير فيه منفذ. قوله تعالى كأنما يصعد في السماء، يعني يشق عليه الإيمان ويمتنع ويعجز عنه كما يشق عليه الصعود للسماء. نجوم السماء أقرب لك زي ما بنقول بالبلد كده، إن عرفت تطلع للسماء وبقى قابلني لو اهتديت، وتيجي بعدين تتحداني في الآن خفف الله عنكم، وتقول أنا أتحداك، أنا سأخرج لك من كتابك، خلوها مفاجأة، أنا هبوظ عليك المفاجأة يا شيخ زين، هبوظها عليك. أنت عايز تقول لهم اللي في التكوين 22، لما الله قال لأبينا إبراهيم خذ ابنك حبيبك، ولما راح يذبحه راح قال خلاص أنا عرفت دلوقتي يا أبينا إبراهيم، أنا عرفت دلوقتي إن أنت ده كلام، هو ده اللي أنت تقصده، بس أنت تدلس على الناس، على العموم، على العموم، أنا أعلم إن أنت ده اللي تقصده، بس انت عشان انا جبتها لك فانت عايز ترمي، وريني ايه مقصودك الثاني، ما عندي انا مشكله، انا قاعدين قاعد لتحديك يعني، ما عندي مشكله معك. قلت لك كل المفسرين تجاهلوا كلمه الان، وانت جيت ربطتها بالكتاب المقدس، انا منتظر اعرف شبهه الكتاب المقدس. وبعدين استاذ مكاريوس نعم سمع. من غير كلمه تدليس يا استاذ مكاريوس. تمام ماشي. بتقول لي انت ليه اغفلت كلمه يتنفس، ما جبت لها السيره، بتقول لي ان هي اللغه، المعنى المقصود في اللغه هو لغتي. هو انت تعرف حضرتك اللغه العبريه؟ انت اصلا ناقشتني تبدا تقول ان انا راجل كذاب في اللفظين اللي انا جبتهم لك، بتقول لي ارجع للمفسرين ولا ارجع للمترجمين وشوفهم. لا، ما هي الترجمات هي ما بتتخذ كده، احنا لينا مراجع وبنفهم المعنى المقصود، عارفين ان المعنى ده مش حرفي وعارفين المغزى من وراه، فانا برد على حضرتك. اليوم السابع استراح وتنفس. هعيد وزيد لانك بتكرر وبتعيد التشبيهات بالحيوانات ومش عارف ماشي. احنا ما بناخدش الامر على لازم معناه. ربنا من حبه للانسان قيل عنه انه استراح بخلقه وتنفس حينما خلقه. هو بيحب الانسان. زي ما تقول لواحد انا بس يعني سمعت صوتك شميت نفسي. هل مقصود بيه حرفيا هذا الكلام؟ لا. وبعدين تقول لي إلهك له يد عندك. طب ما أنا أنكرت لك إن الله له يد، لكن أنا أترجم اليد والعين وكل الصفات دي في أقنوم الإبن الذي كان قبل التجسد كان يتجلى في صورة إنسان، وبعد التجسد تجسد في صورة إنسان. يعني أنت بتقارن ده بده؟ يعني أنت عايز تقول إن نفس ده ليه يد؟ لا تعيرني ولا عيرك، الهم طيرني وطيلك. يعني أنت عايز تقول إن إلهك ليه صورة؟ يعني أنت جسمت الله؟ يعني أنت معتزلي أو أشاعري أو جهمي؟ يعني أنت كافر يا شيخ زين؟ انت بتشبه دي بدي؟ بتقول لي طب ما انت مش عارف عقيدتي؟ ما انت عارف عقيدتي، المفروض ان انت عارف عقيدتي. مش عارف، الدنيا متلخبطه معاك النهارده يا شيخ زين. ثم تقول لي البابا اللي موجود، الصوره اللي انت ده مش بابا بالمناسبه، ده القديس مكاريوس الكبير، مش بابا من بابوات الكنيسه ولا شيء يعني، ما تتكلمش فيما لا تعني. ده قديس عادي، راهب من الرهبان يعني، بس عادي يعني، مش بابا ولا حاجه. لو انا جيت حطيت قلت لك شبهتك بالكلب في الوفاء، هم في التشبيهات يا شيخ زين لما بيجوا بيشبهوا بحاجه ليها مغزى وليها عمق في التشبيه.
ليها مغزى وليها عمق في التشبيه، مش التشبيهات كده وخلاص. ليه ما تشبهش بالخنزير؟ وايه الفايده لما يتشبه بخنزير؟ هستفيد ايه منه؟ ايه وش الشبه بين الموضوع ده؟ لما يتشبه بالخروف انت عارف ان هو تشبيه، ولما بتقول ان الرب استقص كلام انت بلسانك اعترفت ان ده تشبيه. انت ترضى ما ترضاش، ده موضوع. وبعدين اللي بيغوي بتقول لي الهي انا هو اللي بيغوي. طيب فاضل دقيقة واحدة يا أستاذ مكاريوس. أستاذ مكاريوس فاضل دقيقة واحدة. على الكلام اللي هو بتاع الخروف، الخروف ده أستاذ لما ذبح من أجل فداء البشرية بدم الخروف وبذبح الخروف تم الفداء، كان إشارة للفداء ورمز، وأنت تعلم أنه هو رمز، وكل الآباء قالوا أنه هو رمز. لكن لما نيجي نرجع في الصحيحين عندك برواية أبو سعيد الخدري، قال رسول الله: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ده بيتكلم عن يوم القيامة، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. بذاك الكبش بطل الموت وانعم لنا بالخلود. انتم تستهزئون بالمسيحيين وتنعتونهم بان لهم اله في سوره الخروف. الوقت انتهى يا استاذ مكاريوس، وانت مش قارئ، مش قارئ، ما عندك المراجع صحيحه استاذ مكاريوس. الوقت انتهى. ماشي ماشي، انا على العموم يعني بحاول ان انا اجيب على كل اللي هو بيطرحه. انا اعتقد طيب. في نقاط كثيره هو لم يطرحها، لم يجيب عنها. طيب دلوقتي بس انا حابب اقول حاجه، دي ان شاء الله المداخله الاخيره اللي جايه، المداخله الاخيره. لو هو حابب يزود انا معاه، لو عايز يزود انا معاه الصبح. طب لحظات بس يا استاذ مكاريوس، بعد اذنك لحظات بس. دلوقتي دي اللي جايه المداخله الاخيره للشيخ زين 15 دقيقه، وفي لي دقيقتين هو ما خدهمش من المره اللي فاتت، وبرده لحضرتك ان شاء الله المداخله الجايه 15 دقيقه. أنا عايز أوجه بس حاجة للشيخ زين بعد إذن حضرتك شيخنا الكريم. في ناس على الشات بيسيئوا للمتناظر الآخر، فأنا أستأذن سعادتك توجه رسالة. إحنا مفروض ندي صورة كويسة بأخلاقنا للناس عن إن ده حوار جميل وعلمي، وفي الآخر إحنا هنخرج إن شاء الله اتفقنا أو اختلفنا إخوة وإن شاء الله ما يكونش. أنا سأقول لهم الآن، لكن من باب الإنصاف، طبعا هذا ليس من وقتي، من باب الإنصاف أولا. لا مش من وقتك، علينا أن نعرف. لا أبدا، تمام، علينا أن نعرف هم لماذا فعلوا ذلك، لأنهم رأوا الأستاذ ماكريوس عصب وقال تدليس واو وهذا الكلام. لا أنا لما بعد ذلك هذا ليس مبرر. أنا بعطي يا أستاذنا رامي يا شيخ زين، أنا بعطي. أنا أقول للإخوة أتمنى عدم استخدام هذه الألفاظ، بارك الله فيكم. أنا أعطي رخصة كاملة لكل الناس، اشتموني وسبوني كما يحلو لكم، إن كان في هذا أعطى لنفسكم. يا جماعة، أنا هزم بالتاح، أنا عادي ولا زعلان ولا أعترض. اشتموني براحتك. ثواني بس، عشان ما نضيعش الوقت أستاذ رامي، عشان الوقت نبدأ في الوقت. يا خلينا نبدأ يعني نسمح متعلقات الناس والكلام. لو سمحت أستاذ مكاريوس، أستاذ مكاريوس. طب يا سيدي أنا زعلان، أنا اللي ماشي ماشي تمام، انا خلاص كلمت ان شاء الله الاخوه لن طيب. يستخدم صلى على رسول الله، صلى على رسول الله. شيخ زين، شيخ زين، الساعه دلوقتي 10:57 دقيقه، مع حضرتك 17 دقيقه. نعم طيب. بدايه اتفضل. تمام، بدايه الاستاذ يتكلم عن كلمه يستريح في الاصل العبري، وهو يقول الاصل العبري وهكذا. انا اقول لك وانا ساسمح لك سكرين، تمام، تعرض لي النص العبري الآن أمام الجميع، إن كلمة يستريح بمعنى توقف عن العمل. عرضها أمام المشاهدين، بس بسيطة مداخلتك هذه أول شيء تبدأ به هذا الكلام، أعرض وأنا سأسمح لك بالسكرين هنا. تمام اتفقنا، هذه أول نقطة. الأستاذ عجيب طبعا يلف عنق النص حقيقة، لم النص الذي يقول يرسل الله إليهم عمل الضلال اللي هو في كتابه. قال لها الله ما يرسلش عمل الضلال بس يسمح. طيب أنا أعمل لك إيه؟ النص يقول يرسل الله إليهم عمل الضلال، وأنت تقول لي ما يرسلش، أصدقك أنت ولا أصدق النص؟ بس بالمناسبة في نص جميل جدا في الكتاب المقدس تتكلم عن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إيه رأيك أن هذا النص الجميل موجود مثله في الكتاب المقدس في رسالة بولس إلى أهل روميا، يقول يقصي من يشاء فإنه يقصي من يشاء
ويهشة. تمام؟ إذن هذا النص موجود أين؟ في رسالة بولس إلى أهل روميا. وعندك أصلا في كتابك الله قسى قلب فرعون، والقسوة هي الإضلال، قساه يعني أضله. الرب عندك يضل، لا تستطيع أن تنكر هذا أبدا. طيب بس في نقطة أنا نسيت أني أرد عليها، اللي هي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أول شيء هذه كلمة قالها الشيطان ولم يقره الله سبحانه وتعالى عليها، بل بالعكس بعد أن قال هذه الكلمة طرده من الجنة، طرده من الجنة. فهل نصدق كلمة الشيطان؟ هذه كلمة نقلها الله عز وجل بالوحي، كلمة الشيطان نقلها الله عز وجل بالوحي. هو قال لله أنك أغويتني، مع ذلك في رجع بإمكانك تفسير ابن كثير أن ليس أغويتني لا تأتي فقط بمعنى الإغواء، وإنما بمعنى الإهلاك، الهلاك. راجع تفسير ابن كثير يقول وقال غيره كما أضل كما أغويتني أي كما أهلكتني، أهلكه بأنه سيدخله جهنم. إذن في تفسير يقول إن معنى أغويتني يعني أهلكتني. طيب قلت إن الله يسمح بإرسال عمل الضلال، طيب خلاص أنت لماذا تعترض؟ إذن أنت متفق معي الآن إن الله يسمح بإرسال عمل الضلال، يسمح. لما أنا أسمح بمنطقتي بالقتل أنا خلاص ما تعترضش أنت. لما أسمح أنا بالقتل في منطقتي ماذا يعني هذا بالنسبة لك في عقيدتي؟ ماذا يعني هذا؟ طيب إذن مع أن النص يقول الله هو من أرسل عمل الضلال عندك في كتابك، ما فيش كلمة يسمح في النص أبدا، هذه أنت جبتها من عندك لتجمل النص فقط لا أكثر ولا غير ولا أقل. طيب طبعا أنت ما ردتش على الشاب الأمرد إلهك اللي هو موجود في الصورة، عرضت الصورة طبعا أنا والشاب الوسيم هكذا الذي تعبده أنت وتعبد جسده. طيب بالنسبة قلت عن معنى الآن خفف الله عنهم وهكذا، وقلت لي أنا حخرب عليك المفاجأة، حبوز المفاجأة. على فكرة أنا عندي عشرات النصوص تؤكد نفس معنى الآية التي عندنا عندكم، وهذا لا يعني الإقرار بذلك على فكرة كما قلت اللي فيه فيك وهذا المثل الذي قلته أنت، لا لا لا، أنا أرد عليك إسلاميا ومسيحيا، ما فيش كلمة واحدة أنت قلتها اكتفيت بالرد المسيحي، لا بيّنت لك الأمر من ناحية إسلامية ثم رديت عليك ضلعت لك الشبهات من كتابك، لأن هذه قاعدة أنا دائما أقولها، كل شبهة يقولها المسيحي موجودة في كتابي، هذه احفظوها يا أنا أعطيك الآن نص، أنت معترض الآن، علمت الآن علم فيكم ضعف، تمام؟ الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، تمام؟ أنت معترض، بينت لك أن العلم هنا علم الرؤية، علم الشهادة، أنت مش قارئ الآيات القرآنية التي تقول عالم الغيب والشهادة، أنت مش عارف أن الله في الإسلام له نوعان من العلم، علم غيبي وعلم شهادة، لا تعرف هذا، المشكلة هذه. طيب تعال شوف في كتابك نفس هذه النصوص، نبدأ في سفر التثنية 8 الأصحاح 8 والعدد 2 يقول ويمتحنك فيعرف ما في قلبك هل تحفظ وصاياه أم لا. هل الرب ما كان يعرف؟ النص يقول فيعرف، يعني الرب هو ما كانش يعرف ولا إيه؟ طيب تعال شوف مثلا في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 32 والعدد 31 يقول تركه الله ليجربه ليعلم. إيش؟ الرب في الكتاب المقدس يقول ليعلم، يعني ما كانش يعرفه هو بتفسيره، انا ممكن افهم هذا الكلام ان معنى العلم هنا علم رؤيه، مش معترض، بس انا اطلع له شبهته التي هو القاها. قال طيب هل هذا اسمع الله لا يعلم؟ شوف النص ماذا يقول، تركه ليجزيه، تركه الله ليجربه كل ما قال، يقول اختبرني يا الله واعرف قلبي. هو ما كانش يعرف قلبه، واعرف قلبي ما كانش يعرف قلبه، تمام. طيب في سفر التكوين فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت، هو ما كانش يعرف أين هو، ها؟ طبعا حتى أول هذه النصوص وهكذا، لماذا لم تتعامل نفس هذا التعامل مع القرآن الكريم؟ لماذا؟ ولا هو كيلب ميكيلين يعني؟ لكن القرآن الكريم طبعا عشرات النصوص التي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. شوف مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر والسر ويعلم ما يكسبون. في سورة
في سورة البقرة، يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، في سورة الأعلى إنه يعلم الجهر وما أخفى. لو عددت لك النصوص والآيات التي تقول أن الله عز وجل يعلم، أنا لن أنتهي إلى يعني غدا. تأتيني بآية الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، بمعنى الآن علم فيكم، بمعنى رأى فيكم، وتؤولها بمزاجك. أنا بينت لك من ناحية لغوية أن معنى الرؤية تأتي بمعنى العلم، والعلم يأتي بمعنى الرؤية. بينت لك وأعطيتك أمثلة من القرآن الكريم وتحديتك ولم تجب على هذا التحدي. أعطني عالما مسلما واحدا فسر هذا النص، هذه الآية، بمعنى أن الله لا يعلم. هذا لن تجده أبدا هذا، تمام؟ لكن أنت إلهك الذي لا يعلم. الإله عندك في المسيحية في سفر في إنجيل مرقس يقول عن النص المشهور عن علم الساعة، يقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، لا الملائكة ولا الإبن إلا الآب. هتقول لي الإبن بالناسوت، طيب الروح القدس وين؟ مش الروح القدس عندك إله؟ ليش النص ما قال إنه يعلم؟ حتى الروح القدس لا يعلم، ولا الروح القدس له ناسوت أيضا. المسيح عندك في كتابك لعن شجرة التين إنه ما كانش عارف إن هي، ما كانش عارف حكاية شجرة التين أصلا. عندك في إنجيل متى أو في الأناجيل كانوا المسيح بيضربوه بيقولوا لو كان نبيا حيعرف مين ضربه، ما كانش يعرف مين اللي ضربه، ضربه على وجهه. هذا حسب كتابك طبعا، ليس عندنا، حسب كتابك ضربك ضربه على وجهه، قال له لماذا ضربتني؟ لا يعرف سبب ضربي، إلهك لا يعلم شيئا. لا. طيب عليك في هذه المسألة، وقلت لك أن الله سبحانه وتعالى لا يضل إلا من يستحق الضلال، وبينت لك بالآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يضل الفاسقين ويضل الذين ينقضون العهد ويضل الذين يفعلون الجرائم والمشاكل وهكذا، هؤلاء هم من يضلهم الله عز وجل. لكن من يطلب الهداية بصدق الله سبحانه وتعالى يهديه، وهذا ما قاله القرآن الكريم، ويهدي إليه من ينيب، يعني من يريد العودة إلى الله يهديه الله سبحانه وتعالى. وقال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى يهدي من يبحث عن الهداية بصدق. قلت إن كتابك طبعا انتقل إلى العواطف الأستاذ، وقال لك الله يحب الإنسان ولذلك يعني قال استراح وتنفس وهكذا، مع ذلك مازال ما فسرش معنى تنفس، مازال ما فسرش إلى الآن. يعني إيه إلهك بيتنفس؟ طيب لو انقطع عليه النفس هيحصل له إيه؟ بس جاوب الإخوة على هذا. أنت قلت الله يحب الناس، لم يحبش الناس عندك في كتابك. الله أبغض عيسو في سفر التكوين، قال لذلك أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ليش عيسو ما حبوش؟ الرب عندك قال في مزامير أبغضت كل فاعلي الإثم، وين اللي يحبهم؟ كتابك علم بغض الآباء والأمهات والأبناء. راجع إنجيل لوقا، منسوب نص منسوب للمسيح، قال لتلاميذه من لا يبغض أباه وأمه وأخوته وأخواته لا يقدر وأبنائه لا يقدر أن يكون لي تلميذا. اللي ما يبغضش طبعا، الآن بغض حتطلع معناها محبة وعسل وحلوة وجميلة، حيتغير معناها الآن، وليس معناها الكره، حيتغير أكيد معناها. فعندك الإله أمر ببغض الأبناء والآباء، وجاي يقول لك حب عدوك، اللي هو مين؟ اللي هو يغتصب أرضك ويقتلك ويعتدي عليك ويفعل كل ما تكرهه، وعائلتي اللي هي تحب، يعني مفروض حق بهذا الحب وهكذا، هي أكرهها. شوف المنطق العجيب من صفات الإله في المسيحية، يأمر بحب الأعداء الذي الفطرة الإنسانية ترفض ذلك. حب الشيطان، لو أنت بتحب عدوك مش الله قال كتابه قال حبوا أعداءكم، طيب حب الشيطان، حب الشيطان. قل أمام الجميع أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام، قلها أمام الجميع الآن. شو عدوك تعتبره؟ قل أني أنا أحبه. قل أحب الذي يغتصبني، عفوا هذه الكلمة أتراجع عنها، قل أحب الذي يغتصب أرضي عشان ما يظنوش إنها، تمام؟ قل هذا الكلام. مش إلهك من صفاته أنه أمرك بحب الأعداء؟ هل تحب هؤلاء كلهم؟ في
المقابل إله في اللغة قرن يبغض أباه وأمه وأخوته وأخواته وأبنائه لا يقدر أن يكون لي تلميذا. إيش هذا الكلام؟ عشان تعرف أنك أنت لن تنفذ وصايا إلهك. أنا أطالبك هذان الشيئان مصر عليهما. أولا تعطيني النص العبري الأصلي الذي يقول إن معنى يستريح، تعرضه على الشاشة وأنا أعمل لك سكرين هنا، تعرضه على الشاشة إن معناها إيش؟ يستريح. ولماذا التراجم العربية مش معناها يستريح، معناها توقف عن العمل. لماذا التراجم العربية فسرت هذا النص إلى يستريح ولم تفسره إلى معنى انتهى من العمل؟ ليش التراجم العربية فعلت ذلك؟ ما فيش ترجمة عربية واحدة، كل التراجم ترجمتها يستريح ويتنفس، كل التراجم فيما أعلم. ليش كلهم حمقى هؤلاء؟ ما فسروا إلا جئت أنت يا أستاذ ماكريوس وقلت لا معنى يستريح بمعنى في العب في... على فكرة أنت في البداية قلت العبري، بس أنا مش مدقق في الألفاظ، أنت قلت لي لا أتكلم العبرية، لكن أنت تدعي أنك تتكلم العبرية ومش عارف تنطق كلمة قلت العبرية مش العبرية، تمام؟ على لو دققتك يعني حتكون مشكلة صراحة. طيب بالنسبة لصفات الله عز وجل، من قالك أنا قلت أشعري ومعتزلي وكافر وهذا كلام؟ أنا رديت عليك بكل وضوح بأي قرآنية، كل صفات الله تبارك وتعالى، وجه يد أي كان هذه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، بنص قرآني واحد رديت عليك انتهى الأمر. وش علاقة معتزلي أشعري وهذا الكلام كله؟ لا أنا أقول لك أن صفات الله عز وجل لا تشبه بأي مخلوق ولا نعرف كيفيتها، ولكن نجزم أنها لا تشبه أي مخلوق، لأن التشبيه بإجماع المسلمين حتى المعتزلة على فكرة كانوا أصلا بينكروا التشبيه، أي بإجماع المسلمين من يشبه فهو كافر. الله عز وجل صفاته لا تشبه أي مخلوق، وأعطيت قلت لك تشابه الألفاظ لا يعني لا يعني أن الصفة لا الصفة واحدة، وإنما هي تشابه مصطلحات أو ألفاظ. بالنسبة لقلت أنت جبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في عن سورة آل عمران، أنا قلت لك الله عز وجل يزين الأعمال للذين يبحثون عن الضلال، وجبت لك آيات قرآنية من سورة البقرة وغيرها، لكن هل الله يزين ويضل من يبحث عن الهداية؟ أبدا. بنص القرآن الله عز وجل قال ونعيدها لك هذا النص أكثر من مرة، والذين جاهدوا فينا بحثوا عن الهداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الضلال لمن يبحث عن الضلال، أما الذي يبحث عن الهداية فيهديه الله سبحانه وتعالى. وفي أمثلة كثيرة في التاريخ، عشرات الناس الذين أسلموا بسبب آية، بسبب نص أثر فيهم. لماذا؟ لأنهم بحثوا عن الهداية بصدق. وما زلت أقول لك، هل تنكر أن ما معنى النص الذي يقول في كتابك في رسالة بولس إلى العبرانيين؟ أيوة. باقي أربع دقائق يا شيخ. ما معنى النص؟ تمام. ما معنى النص الذي يقول في رسالة روميا في كتابك رسالة بولس إلى روميا يقول يقصي من يشاء ويهدي من يشاء؟ ما معنى هذا النص؟ المعترض يضل من يشاء ويهدي من يشاء. شرحت لك هذا إسلاميا، لكن مهما شرحت لن تقتنع. طيب اشرح للناس ما معنى يقصي من يشاء. ليش الرب عندك يقصي من يشاء؟ ها؟ الله عز وجل خلق الإنسان حرا، خلقه حرا وبين له الحق والباطل وأمره باتباع الحق ونهاه عن اتباع الباطل. لن تجد نصا واحدا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يجبر الشخص الذي يبحث عن الهداية يجبره على أن يضل، هذا لن تجده في القرآن الكريم أبدا. طيب هو طبعا لم ينكر، بالمناسبة أنت ما رديتش على نصوص كثيرة في كتابك، منها كلام إسحاق مار إسحاق السرياني، تمام، الذي قال إن الله، هل تنكر أن في كتاب حتمية التجسد، كتاب حتمية التجسد النص يقول بالحرف هكذا: فافتخار الكنيسة أن الله قد مات على الصليب. إذا أنكرت هذا الكلام سأعرض لك على الشاشة، إذا أنكرت هذا الكلام سأعرض لك على الشاشة. ما معنى ذلك؟ عندك في كتابك الله مات، الله مات، بل الله عنده دم في كتابك. راجع سفر أعمال الرسل، سفر أعمال الرسل ماذا يقول؟ يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الله عنده دم عندك في كتابك، هذه الصفات البشرية الحقيقية، دم، صفات البشرية الحقيقية. ما تقولش إنسان هنا
الناسوت، لا، النص يقول الله اقتناها بدمه. تمام. طيب الله، أنا في نص في كتابك يقول ورئيس الحياة قد قتلتموه. من هو رئيس الحياة؟ الرب عندك. نص في كتابك في سفر أعمال الرسل يقول أنا الأول والآخر. من الأول والآخر؟ الرب عندك. طيب ماذا يقول الأول والآخر هذا؟ يقول أنا الأول والآخر والحي وكنت ميتا. الأول والآخر مات عندك، هل تستطيع أن تنكر هذا؟ هذه كلها تسقط الديانة كلها، إن الرب عندك يموت تسقطها، تسقطها. عندي نصوص من كلام البابا شنودة يقول إن الخطية غير محدودة، فلا بد من يريد أن يعني يكفر هذه الخطية لا بد أن يموت شيء غير محدود. من غير محدود؟ قالك الله، لازم الله يموت عشان يكفر الخطية. هذا كلام البابا شنودة في كتابه طبيعة المسيح. كل هذا موجود وأعرضه لك على الشاشة لو أنكرته، فيش أي إشكالية أبدا. لكن للأسف ما فيش، يعني هذه آخر مداخلة، في فرصة عادي نعرضها لك غدا، أو نحن ستكون إن شاء الله بيننا حوارات أخرى. كم بقي لي من الوقت؟ كم بقي لي من الوقت يا أستاذ رامي؟ دقيقة واحدة يا شيخ زين. بقي دقيقة واحدة يا شيخ زين. تمام. الذي أريد أن أقوله سؤال واحد، كتابك يقول عن الله أن هو يستريح ويتنفس، والاستراحة أتيت لك بنصوص من كتابك تقول لا تأتي إلا بعد التعب. جميل جدا. الله في الإسلام لا يتعب، وبنص صريح في القرآن الكريم الله عز وجل قال وما مسنا من لغوب، أي أقل التعب أو التعب. هل تريد مني وتريد من المتابعين أن يكفروا بالقرآن العظيم الذي يقول وما مسنا من لغوب أي تعب، وأؤمن بكتابك الذي يقول أن الرب استراح وتنفس؟ هل تريد مني هذا؟ أنتظر الإجابة على هذا السؤال. وهل إذا قابلت الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ الوقت انتهى. طيب أستاذ مكاريوس، الساعة دلوقتي 11:15 دقيقة. طبعا مداخلة الشيخ زين كانت 17 دقيقة مش 15، عشان هو كان ليه دقيقتين من وقت سابق. الساعة دلوقتي 11:15 دقيقة، مع حضرتك لغاية 11:30 دقيقة. اتفضل. طيب شكرا لك يا استاذ رامي. الشيخ زين ما عرفش ليه بيتجه للخطيه وكلام مش عارف البابا شنوده، ودخلنا للخطيه محدوده ومحتاجه واحد مش عارف الخطيه محتاجه حد غير محدود، وما لنا احنا بالكلام ده. احنا موضوع مناظرتنا اليوم صفات الله، لماذا تخرج عن قالب المناظره؟ مش عارف، مش ثابت على نص معين. النصوص كمان اللي عمال تجيبها، النصوص اللي حضرتك عمال تنزلها لي، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، فالله يموت وعنده دم عندك. طب هو أنا قلت لك إن السيد النص ده ضدك، يعني النهاردة يا جماعة الشيخ زين بيقول إن كنيسة الله اللي اقتناها بدمه دي عائدة على الله اللي اقتناها بدمه ومات فعلا بدمه وسفك دمه، يعني ده نص بيثبت يا جماعة يا مسيحيين إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. فشكرا ليك. وهو أنا بنكر الكلام ده؟ أنت بتقول لي ليس كمثله شيء في كل الصفات، انا بشرح لك ليس كمثله شيء. طب معنى ليس كمثله شيء؟ والكلب ليس كمثله شيء. انا ليس كمثله شيء في بصمه عيني، وليس كمثله شيء في بصمه ايدي، وليس كمثله شيء في عقلي وتفكيري وشخصيتي. ما كلنا ايه اللي ميز الله عن 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 بقيه البشر؟ يعني ليس كمثله شيء. فانت جعلته شيئا كالاشياء، بس هو شيء مختلف عننا. طب وايه؟ لكن هو في النهايه انت اعطيته جسم، جسمته بهذه الشيئية، حددته. أنا قلت لك كتاب للدشتي اسمه إثبات الحد لله عز وجل، ولم تروح. الأستاذ بيقول إزاي أمركم أنكم تحبوا الأعداء اللي هو ضد الفطرة، مع أنه هو أصلا أمركم أن أنتوا مش عارف تبغض أباك وأمك ومراتك وأولادك. طب هو فعلا ضد الفطرة، لان احنا مش من هذا العالم اصلا. احنا لما يؤمرنا بمحبه الاعداء، ما فعلا انت ما تقدرش على كده. انا استطيع ان انا اعمل كده لان انا فيها روح القدس، انا فيها روح المسيح، انا مولود من فوق، والذين هم من فوق دول ليهم طريقه ودنيا تاني في التعامل، واللي من تحت والارض والجزدانيين دول جزدانيين وارضيين. فطبعا ده انت ضد الفطره وما تقدرش على هذه الوصيه الساميه. طبعا انا اسمسك العذر. لكن لما تيجي تقول لي ان كان احد يأتي إلي ولو يبغض أباه وأمه وأمراته وأولاده، وإلى كان أخذ الكلام دوت وتقول ده بيأمرهم بالبر، وتنسى
أن معنى الكلمة أصلاً المقصودة هي مفسرة في إنجيل آخر في متى 10:37، من أحب أباً. فالبغض هنا معناه أن أنت تحب بمحبة أقل، أن أنت لو حبيتهم بمحبة أكثر مني أنت لا تستحقني. ومن يستطيع أن يحب الله محبة أبوه وأمه مثلاً، أو أنك تحب الله محبة أقل من محبة أبيك وأمك وأخواتك ومراتك؟ ده شيء، ده إحنا مأمورين طبعاً محبة، حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. يقول لهم من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابن اكثر مني. دي مترجمه لدي، فهو ده المعنى، مش المعنى. وانا اتحداك تخرج لي بنص واحد قال بان تفسير النص كما انت قلت. مش هتقدر تقول فاذا هو يرحم من يشاء ويقسم من يشاء. هو بيقول في العدد 17، لانه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض. فاذا هو يرحم من يشاء ويقسم من يشاء. بولس الرسول بيعالج مشكله عند اليهود، هم كانوا شايفين ان ربنا لا يمكن ان يضم اليهم الامم دول ما لهمش خلاص، الامم دول مش من ضمن شعب الله. عشان بولس الرسول عشان كده قال لهم، مين اللي فهمكم الكلام ده؟ مين اداكم السلطان بالتعليم ده؟ لا بقى، الله له مطلق السلطان، يفعل ما يشاء، يرحم من يشاء ويقسم من يشاء. هو ده المفهوم، مش المفهوم اللي حضرتك رحت له ان الله بيقسم. لا، ده هو عايز يعد لهم مفهوم معين. انتم الله له مطلق الحريه ان يجيب اليه اي شخص بعيد، امم غير امم، يهودي غير يهودي، له مطلق الحريه. مفيش تفسير قلب الكلام انت بتقوله ده، ما تقدرش تخرجه لي. وبعدين انت تحدثني وانا اللي اديت الوقت، ما استطعتش ان انا اعرض لك بتاع حديث الشاب الامرد، وعرضت صوره المسيح بتقول لي هو ده الشاب الامرد. تهكم انا لا اريد منك، كنت بصراحه انت شيخ وجه الناس وعندك فوق ال 180 الف متابع، المفروض كان مستوى الحوار يكون احسن من كده. يعني ما ينفعش ان انا اجيب لك صوره واقول لك ده صوره نبيك ولا صوره، ما ينفعش الكلام ده، المفروض نلتقط الحوار اكتر من كده يعني. فما نعيبش على الناس اللي عماله تشتم تحت بعدين يعني. لكن في كتاب ابطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، الجزء الأول صفحة 143، قال وأبلغت عن الطبراني، قال حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي في الرؤيا صحيح. وقال من زعم أني رجعت عن هذا الحديث بعد ما حدثت به فهو كذب، وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن النبي، وجماعة عن التابعين عن ابن عباس، وجماعة من تابعي التابعين عن عكرمة، وجماعة من الصفاء عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي، وذكر أسماءهم بطولهم. وبعدين يورد لك قول ابن صدق الحافظ يقول من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق. أنا ما أقصدش أنت، ده هو اللي بيقول يعني، اللي ما يؤمنش كده فهو زنديق. من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله رأيت ربي عز وجل فهو معتزلي. احمد بن حنبل حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابه عن النبي، فمن شك في ذلك او في شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا يعاد في مرضه. وكلام كثير يعني، انا بحاول ان انا بضيق الوقت. بس انت بتقول لي هو رؤيا في المنام، بس عندك في 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 نفس الكتاب صفحة 146 بيقول ايه بقى؟ يعني 147 اسف، بيقول ايه؟ فان قيل فهذه اخبار منام، والشيء قد يرى في المنام على خلاف ما هو به، قيل هذا غلط لوجوه، احدها ان النبي قصد بذلك بيان كرامته من ربه وقرب منزلته منه، فاذا حمل على خلاف ما اخبر زال المقصود، ولان ما يخبر به شرع فهو معصوم فيه، وصفات الله عز وجل شرع اعتقادها. وإذا كان معصوما استوى فيه المنام واليقظة، لأن رؤية الأنبياء تجري مجرى الوحي، من ذلك رؤية إبراهيم عليه السلام ذبح ولده، ومن ذلك رؤية يوسف عليه السلام في المنام الكواكب أنها ساجدة له، ولأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. ارجع للمرجع بقى. وبعدين أحب يعقوب وأبغض عيسو. ولما تعرف حضرتك الكلام تاخده على بعضه هتعرف ليه بيقول كده عن ربنا. يعني الرب عليه احب يعقوب ابن عيسو، لان بسبب شر عيسو، بسبب خطايا عيسو، عيسو ده راجل بيحب الهدم، عشان كده ربنا عاقبه بالهدم. لكن يعقوب ده كان انسان بار في بدايه الحياه بتاعته. بص ليعقوب، بص اسف لعيسو، انسان مستهتر باع البقوريه طبق عدس، ولما كبر راح اتجوز وراح واخد واحده من بنات الكنعانيين، وكسر الوصيه بتاعت الرب بعدم الزواج منهن. يعني عايزه يعمل له ايه يعني؟
والكلام هنا مش موجه اصلا لشخص يا شيخ زين، ده الكلام موجه لشعب اسرائيل. بيقول لهم احببتكم قال الرب، قلتم بما احببتنا اليس عيسو اخ يعقوب يقول الرب. هو بيقول لهم انت هم بيقولوا له انت احببتنا، بس انت حبيتنا عشان ابونا ابراهيم اللي بتحبه. فهو قال لهم لا انا احببتكم عشان انكم انتوا اولاد ابراهيم. بس لو انتوا اولاد ابراهيم بس ما كان بالاولى ان انا احب عيسو. انا كان بالاولى ان انا احب عيسو، ما عيسو اخو يعقوب. ما هو ابن ابراهيم برضه. ده بالعكس، ده هو ابنه البكر. لكن ربنا ما حب الشعب عيسو. ليه؟ بسبب الخطايا بتاعتهم. ومن ايام ابيه. من ايام الاستهانه بالبكوريه. من ايام ما دنس النسل بتاعه بالزواج من بنات كنعانيات. فهذا المقصود. انت النهارده عمال تفسر بمزاجك ما تفتريش اي حاجه، بعدين بتجي لي حاجات خطيره جدا. ان هو ما تعرفش مين ضربه لما ضربوه، وقالوا تنبأ ما عرفش يتنبأ. الله. ده هم ما كان شايفهم وهم بيضربوه، ده هم بيتريقوا عليه، ده حتى ناس يقول لك كانوا يستهزئون به. لانه كان بيتنبأ عنهم ويقول لهم ههدم الهيكل دوت، ثلاث ايام ههدم الهيكل وابنيه، فهم كانوا بيتريقوا عليه وبيستهزئوا به. لكن ازاي ما عرفش؟ ما عرفش شجره التين. ومين قال لك انه ما عرفش شجره التين؟ ده هو استخدم شجره التين عشان يضرب بها مثل في ان شجره التين دي لما تكون مورقه يبقى فيها ثمر. لما جالها وكانش لسه الموسم وما لقاش فيها ثمر، استخدم هذه الشجره علشان يديهم مثل ان انتوا ما تبقوش مورقين بلا ثمر من الداخل زي شجره التين اللي امامنا دي. تحملون الناس احمال عصره الحمل وانتم لا تستطيعون ان تحركوها باصبعكم. وبعدين تقول لي ان هو لم يعلم الساعه، مين قال لك انه لم يعلم الساعه؟ مين قال الكلام ده؟ هل انت قرأت الكتاب المقدس؟ هل انت قرأت كيف كان يخبر تلاميذه بتفاصيل؟ هل انت لم تقرأ كيف تنبأ عن ساعة وفاته وتفاصيل ما سيحدث عنه؟ ولكن كل القضية ان هو ما كانش ليه ان هو يعرفهم هذا الامر، لان هذا الامر ليس لهم ان يعرفوه. هو بالجسد اللي هو فيه لا يعلم، لكن باللاهوت اللي فيه هو بالطبع يعلم الساعة. لكن هو بالناحيه الناسوتيه لا، مش هقول لكم. زي انا شبهتها كتير قبل كده، قلت زي انت مدرس وتعلم يمكن هذا المثل يصل اليك. مدرس بيضع الامتحان وجاله طالب من الطلاب وقال له السؤال الفلاني موجود في الاسئله، قال له لا ما اعرفش. هل بالفعل المدرس انت كمدرس لا تعرف؟ لا، انت تعرف، لكن بصفتك مدرس انت بصفتك واضع للامتحان تعرف، ولكن بصفتك مدرس الامانه تقتضي عليك ان انت تقول له لا لا اعرف. هل بهذا تكون كاذب؟ لا لا تكون كاذب، ولكن هذه امانه حتى يتساوى الجميع. ايه الفائده لما اعرفكم الساعه؟ هعرفكم الساعه وبعدين؟ هحاسبكم ازاي بعد ما اعرفها لكم؟ واقرا اقوال الاباء الكثيره جدا في هذا، بتجيب لي اقوال الاباء على ان اللي مات مات الجسد باللاهوت يعني. طب هو انا قلت غير كده؟ اريحك، خد في التسجيل اهو، نحن المسيحيون في القداس الالهي نقول، خد اهو من على فمي اهو، امين امين امين، بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتد. إيه المشكلة؟ ده لو ما ماتش هو واللاهوت حل فيه يبقى التاني الفداء ده كله تمثيلية. أنت تقرأ أقوال آباء وأنت لا تعرف اللي فيها ومش عارف الفكر المسيحي. دي مصيبة، أنا لم أرد عليها لأنها لا تستدعي أصلا الرد أصلا. ثم لم ترد على موضوع الخروف اللي أنا طرحته. تستنقض موضوع الخروف ما فيش رد. لم ترد على موضوع ان ادم مخلوق على صوره الله، ولا سمعت لك حاجه. دي صوره الله ولا صوره ادم؟ ما ردتش على اي حاجه. على اي حال، ادم خلق على صوره الله، وهذا في قلب مراجعكم. باقي ثلاث دقائق يا استاذ مكاريوس. الالبان اللي ضعف هذا الكلام رد عليه من اكثر من واحد. رد عليه في دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على سورة الرحمن للعلامة المحدث عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش في صفحة 2. اقرأ هذا الكلام وشوفه براحتك لو أنت معترض، عشان بس أنا عايز كل مسلم يبقى عارف إن إلهه خلق على سورة آدم، مش يكذب عليك. خلق على سورة الله مش يكذب عليك ويقول لك على سورة آدم. لا، في مراجع انتقدت هذا الكلام ومن كبار علمائكم كمان. بتقول لي مفيش تفسير واحد قال ان الان خفف الله عنكم بمعنى لم يكن يعلم. طب ما انت لما ترجع لتفسير الانفال 65 القرطبي وابن كثير بيقولوا وروى ابو داود عن ابن عباس قال نزلت ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم الا يفر واحد من 10. شق ذلك على المسلمين.
يعني لولا هذا الامر ما كانت نزلت اصلا الانفال 66. هذا هو السبب تفسير البغوي، وهذا خبر بمعنى الامر. وكان هذا يوم بدر، فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين، فثقلت على المؤمنين فخفف الله عنه، ثقلت على المؤمنين فخف، فالسبب ايه؟ خفف الله، خفف عنه لانها ثقلت على المؤمنين. فده السبب، ده النسخ. وانا قلت لك ما عنديش انا يعني، هل انت تؤمن بقى باله بينسخ كلامه بهذه الطريقه؟ ايه نزلت اللي وراها راحت نسختها. طيب جيت لك بعدين لم ترد على الكلام اللي انا طرحته بما اغويتني، وتقول لي هنصدق كلام الشيطان، نصدق كلام الشيطان. طب في تفسير القرطبي للاعراف 16 بيقول مذهب اهل السنه ان الله تعالى اضله، مذهب اهل السنه ان الله هو اللي اضل الشيطان، اللي الاستاذ عمال يعافر من بدري عشان يرقع في التفسير، وخلق فيه الكفر، ولذلك نسب الاغواء في هذا الى الله تعالى وهو الحقيقه. وانا قلت لك عرفت الاغواء ما عرفتوش، وهو الحقيقه، فلا شيء في الوجود الا وهو مخلوق له صادر عن ارادته تعالى. وخالف الاماميه والقدريه وغيرهما شيخهم ابليس الذي طوعوه في كل ما زينه لهم ولم يطوعوه في هذه المساله، ويقولون اخطا ابليس. ده من كلام ابليس، ده شيخك ابليس اللي بيملى عليك هذا الكلام يا شيخ زين. ده القرطبي بيقول كده. عارف ليه القرطبي بيقول كده؟ لان القرطبي اصلا اشعري ضد معتقدك اصلا. لا ياخذ هذا الكلام على حقيقته، ياخذ هذه الصفات على كنايتها ومجازها، لا يمررها هكذا على الظاهر يعني، ياخذها بطريقه مجازيه. ويقولون اخطا ابليس وهو اهل للخطا حيث نسب الغوايه الى ربه، كلام الشيخ زين. تعالى الله عن ذلك فيقال له، اسمع بقى، وابليس وان انت كان الوقت يا استاذ مكاريوس، استاذ مكاريوس هي بس خالص النقطه دي، وابليس وان كان اهلا للخطا فما تصنعون في نبي مكرم معصوم. لا لا انا ما اسمحش انت الوقت يتوقف كما توقفت انا يا استاذ رامي. يا شيخ زين شكرا لك، استاذ مكاريوس انا فاكر طاقتك الجميله استاذ رامي، وشكرا ليك يا شيخ زين على استضافتك لينا في القناه، واتمنى ان شاء الله يكون بيننا لقاء ثاني، واتمنى لو صدر مني اي شيء غير لائق السماح ان كنت انا ادعوك امام الجميع يا استاذ من نفسي ومن الشيطان. تفضل أدعوك أمام الجميع لمناظرة بعنوان النسخ والمنسوخ بين الإسلام والمسيحية، هل أنت موافق؟ موافق، لا إشكال، موافق على أي، أنت راجل محترم وأنا ما عندي مشكلة معك، نرتب على الخاص هذه الأمور أشكرك تمام إن شاء الله. ماشي، أنا بشكركم جميعا وليلة سعيدة على الجميع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بالمناسبه قبل ما اقفل، هل يضايقك لو كان في مثلا في احد الرومات تعليق على مناظره او شيء؟ ده شيء في مشكله بالنسبه لا لك؟ لا لا عادي، كل واحد يعلق، ما فيش مشكله، لا تعدى الاصول يعني، تكون انت عارف. لا ما فيش مشكله، بروكم عايزين يعلقوا او شيء فيبقى الامر بس بعد اذنك. شكرا ليك يا شيخ. تمام، العفو. طيب انا لي بعض التعليقات على المناظره بدل ما نقوم ببث يعني آخر وهكذا. بداية لو لاحظتم يا إخوة، هو لم يرد على تحدياتي، من أهمها معنى تنفس، تمام؟ ولو تذكروني ما هي التحديات الأخرى، تحديات كثيرة يعني تحديت أنا، لماذا الإله لا يتجسد عندك في حيوانات بما أن الحيوانات حسنة ومخلوقات الله كما تقول هكذا، مثل هذه النقاط هو لم يرد عليها. بالنسبة للشاب الأمرد، هو قال لي إنك أنت أسأت. وين أسأت؟ أنا عرضت صورة، أنا أعيد لكم عرض الصورة، أنا عرضت الصورة التي يعرضونها هم في الكنائس. قلت له هذا هو الشاب الأمرد، هذا الشاب الوسيم هو الأمرد، هذا هو، مش هذا أمرد ولا لا يا إخوة، هي لحية خفيفة عنده بس أمرد يعتبر يعني، خليكم من هذا اللي يعني الأسود هذا، هو لنا صورة مختلفة هي، ما هو إذا في أفريقيا حيحطوه لونه يعني أفريقي، شكله أفريقي، وإذا كذا المهم. فهذا خلينا على المصري نحن، هذا هو المصري اللي هو صورته كبيرة هذا. وين الاستهزاء لما قلت له هذا هو الشاب الأمرد أنا؟ هل أنا استهزأت هكذا؟ أنا عرضت الصور التي يعلقونها في كنائسهم، ما لا أدري أين الاستهزاء. جايب لي أنت حديث ضعفه كثير من العلماء، في البعض من صححه وقال عنه رؤية، وهو قرأ في الكلام، قال رؤية، هو قرأ في الكلام، تمام؟ قرأ في الكلام إن هي رؤية منامية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في رؤية منامية،
لكن هل أنا تحديته هل على الحقيقة الله شاب أم رد؟ حاشا، فيش ولا عالم من علماء المسلمين قال ذلك. تحديته في بداية المداخلة ما رد على هذا. وأهم نقطة طبعا تحديته أن يعرض النص الأصلي اللي هو يعني من بداية المناظرة، ويقول النص الأصلي يقول كذا، النص الأصلي يقول كذا، النص الأصلي يقول كذا. طلبت أن يعرض النص الأصلي ولم يفعل. تمام، لم يفعل. نعم، هو كثير من العلماء أصلا. هذا الأخ يقول في فيديو الشيخ بن باز يضعفه. نعم، وأغلب العلماء ضعفوه أصلا، ومن صححه وما قالوا على الحقيقة. وأعطيته مثال أنا أن سفر الرؤيا عنده في كتابه هو يوحنا رأس خروف بسبع قرون في الرؤيا. هل هذا على الحقيقة؟ هل في خروف بسبع قرون على الحقيقة؟ ما فيش، هذه رؤيا، الرؤيا لا يعني الحقيقة. مع ذلك أصلا هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء. هو ما جاب طبعا العلماء الذين قالوا بتضعيفه، ما جابهم ما تكلم عنهم، لا يستطيع أصلا. طيب، بالنسبة لي الآن خفف عنكم، شفتوا لما طلعت له النصوص من كتابه نفس اللفظ، يا رب اعرف اللي في قلبي واللي يعلم اللي يختبرك ليعلم، في هذه النصوص كلها في كتابه، ما رد على واحد منها. لاحظتم هذا الشيء ولا لا؟ لم يرد على واحد منها أبدا. في نقاط طبعا كثيرة أخرى ما رد عليها. طبعا هو حقيقة أنا والله أشكره صراحة، خفف علي ما أتيت، يعني يا ريت قال هذا بس في بداية المناظرة. لما ختم قال ما فيش مشكلة، أنا أقول لك عندنا الرب مات، وقال الترنيمة اللي يقولوا فيها بموتك يا رب نبشر. برافو عليك، أشكرك، خلاص أنت هكذا نسفت دينك كله. وقال إذا ما مات فلا معنى للفداء كله. سمعتوا لما اعترف؟ أنا صراحة صدمت، لأن نادر مسيحي يعترف بهذا الأمر، بس أنا أشكره على شجاعتي حقيقة. لما اعترف وقال إن الرب عندنا يموت، أنا أشكره جدا على شجاعتي. قالها بكل وضوح بكل صراحة. أنا مش الكذابين المدلسين الثانيين يقول لك لا اللي مات بالجسد واللي كذا وكذا. بالمناسبة أنا كل الضلال وكل هذا شرحته له، وعطيته ألجأت لهذا الكتاب، نصحت به وننصح به الجميع، كتاب أصول الاعتقاد. قلت له في باب القضاء والقدر، العلماء هنا أخبروا أن الله لا يضل إلا من يستحق الضلال. بالمناسبة وجب سيرة الشيطان. طيب الشيطان هو الذي أصلا اختار الضلال من البداية ورفض السجود لآدم، فأضله الله لأنه هو أراد الضلال. مع ذلك أضلني، هو اتهمني على فكرة أني أنا ما رديت عليه في كلمة بما أغويتني. لا، أنا رديت عليك وجبت لك تفسير ابن كثير، قلت لك أن ابن كثير يقول بما أغويتني يعني بما أهلكتني، يعني أدخلتني النار، وليس بما أضللتني. يعني بعض العلماء قالوا ذلك. رديت عليك لكن يبدو سمعك ضعيف يا للأستاذ مكريوس. طيب في نقطة أخرى أنا طرحها وما رد عليها، هو على فكرة بالنسبة لي وعيد لآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تمام، هذه الآية أنا قلت له ربما في اللغة العربية قد تأتي لمعنى التأكيد، بمعنى التأكيد. الدليل على ذلك ما أين؟ دليل حديث السيدة عائشة. خلوني أعرض لكم على الآن على الشاشة حتى أؤكد لكم أن ربما تأتي في اللغة العربية للتأكيد. وإذا في نقطة أخرى ذكره ما رديت عليها ذكروني بها يا إخوة. سأعرض أمامكم على الشاشة الآن إن شاء الله. وكما قلت لكم على كلمة أبغضته أو تبغض أباك وأمك، مش قلت لكم كلمة تبغض حتطلع معناها حلوة وعسل وهكذا، قلت لكم ولا لا؟ قلبها إلى معنى أقل المحبة. افتحوا أي مرجع لغوي، افتحوا أي مرجع لغوي يقول إن البغض هو شدة الكره. على فكرة في نقطة والله أنا بس المشكلة ما عنديش مداخلات أخرى. على فكرة هو أساء للمسيح وسب المسيح. كيف سب المسيح؟ قال عن المسيح إنه كذاب. كيف هذا؟ موجود، قاله. لما أتيت بالنص الذي يقول فيه المسيح أنه لم يخبرهم بالساعة أو لا يعلم موعد الساعة، قال لي لا هو يعلم موعد الساعة، بس هو مثل الأستاذ الذي يقول لتلميذه لما يسأله التلميذ يقول له ما إجابة هذا السؤال، يقول له لا أعرف، ولكن الأستاذ يعرف. طيب السؤال هنا يا جماعة، الأستاذ هنا الذي يسأله التلميذ ويقول له تعال أنت أعطني هذه الإجابة، يقول له لا أعرف، هذا الأستاذ كذاب ولا لا؟ ما دام هو يعرف الإجابة ورفض ذلك، كذاب ولا مش كذاب؟ هو شبه الأستاذ هذا بالمسيح، يعني المسيح كان يعرف موعد الساعة بس قالهم أنا لا أعرف، يعني هو كذاب. حاشا، شوفوا كيف سب المسيح. لاحظتوا؟ خلينا نعرض لكم بس على الشاشة الحديث سيدة عائشة اللي هي استخدمت كلمة ربما على التأكيد.
على إيش؟ على التأكيد. طيب لحظة. أظن بعيد الحديث حيكون. إن شاء الله يكون واضح. شايفينه يا إخوة الحديث ولا بعيد؟ نص الحديث أقرأه لكم. يقول، شايفينه يا إخوة الحديث؟ ولا بعيد؟ بعيد. الله المستعان. طيب سأحاول يعني أقرب لأن هذا الحديث مهم جدا، يفسر الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إن كلمة ربما تأتي للتأكيد، قد تأتي للتأكيد في اللغة العربية. طيب سأجرب إن شاء الله الآن بصورة أقرب. انتظرونا بس يا إخوة، يا ريت ما تخرجوش من البث لأن هذا الحديث مهم جدا. بسم الله. أظن إن شاء الله الآن سيكون واضحا. أيوة أظن هكذا واضح صح؟ أيوة تمام واضح صح؟ جميل جدا. شوفوا السيدة شوفوا السيدة عائشة ماذا تقول. تقول وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني صديقات خديجة. فربما قلت له، كيف فربما قلت؟ في واحد يشك في نفسه أنه قال ولا ما قال؟ لا، هنا ربما للتأكيد. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول إنها كانت. هذا حديث يتكلموا مع بعضهم. إذن السيدة عائشة هنا قالت ربما ولا لا؟ بالله عليكم ربما هنا للتشكيك ولا للتأكيد؟ جاوبوني بس في التعليقات، هنا ربما جاءت في سياق التأكيد أم التشكيك؟ فربما قلت له، في واحد يقول والله أنا شاكك قلت لك الآن؟ الآن في نفس اللحظة، تمام؟ نفس اللحظة أكيد ما لا تشك. فتقول فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رد عليها، إذا هذا حديث دائر في نفس اللحظة، وقالت ربما. إذا ربما هنا استخدمتها للتأكيد وليس للتشكيك. قد تأتي بمعنى التشكيك هي فعلا، ولكن ليس في كل مرة. قد تأتي كلمة ربما للتأكيد، وإذا جاءت في حق الله أكيد للتأكيد، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، وهذا مؤكد في القرآن الكريم والسنة النبوية. وضحت هذه النقطة يا إخوة؟ هذه مثل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني الذين كفروا سيتمنون أنهم يكونون مسلمين للتأكيد. هنا مثل ما قالت هنا السيدة خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن، هي تتكلم مع السيدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. طيب في نقطة هو ذكرها وأنا ما رديت عليها، هاي يا إخوة في نقطة قال هو ما رديت عليها قبل ما ننهي البث. أنا أحسب أني رديت على كل شيء بإذن الله. طبعا على فكرة في أسئلة كثيرة هو ما رد عليها. شفت السؤال القاسم الأخير، قلت له هل تقبل بكتاب يقول عن الله يستريح وترفض كتاب يقول عن الله أنه لم يتعب؟ كيف ستقابل الله بهذا؟ سمعته جواب؟ لم يجب ولن يجب. أيوة بالنسبة لخلق آدم، جميل، خلق آدم على صورته. أولا العلماء فسروا هذا الحديث على قولين. قول إن خلق الله، على فكرة هو عنده نص في كتابه يقول خلق الإنسان على صورته، مش عارفه بيهاجم كتابه ولا بيهاجم من، مش عارف، عنده نفس النص في كتابه لكن ما علينا.
علماء قالوا إن خلق الله آدم على صورته عائدة على آدم، يعني على صورة آدم. هذه فريق من العلماء قال ذلك. فريق من العلماء قالوا خلق الله آدم على صورته، أي الله، بمعنى آدم يسمع فالله سميع، تمام؟ بمعنى آدم بصير يبصر فالله بصير، آدم يعلم فالله عليم، بهذا المعنى، تمام؟ قالوا بهذا المعنى. وفي على فكرة حاول أعرض لكم إذا استطعت أن أعرضه سأعرضه. يقول لم ترد يا شيخ عن الخروف الذي ذبح، أي خروف الذي ذبح؟ طيب، وعلى فكرة هذا الحديث أصلا في من ضعفه من العلماء، بس مش يعني دليل قوي، لكن في من ضعفه، يعني مثل الإمام ابن خزيمة المشهور ضعف هذا الحديث. طيب ما علينا. أخبروني يا إخوة ما هي النقطة الأخرى التي نسيت أنا أرد عليها، أو الوقت ما لم يسعني. على فكرة هو طرح مسألة رؤية الله يوم القيامة. الله لا تدركه الأبصار في الدنيا، أما رؤية الله في الآخرة، فالآخرة تختلف وتنقلب الموازين في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن كل شيء يتبدل وكل الأمور تتغير، فلا نقارن بما نقيس في الدنيا بالآخرة. ورؤية الله سبحانه وتعالى، ما الغريب في رؤية الله سبحانه وتعالى؟ ما أنت عندك في كتابك أن في من رأى الله، عندك في كتابك في من رأى الله، يعني ما أدري أين الإشكال في ذلك. وبالنسبة للاستواء وهكذا، هذا كله تابع الآية الكريمة ليس كمثلي شيء. لو طبعا قال شيء مضحك، قال أنا ليس كمثلي شيء، هو قال ليس كمثلي شيء في ماذا؟ في العين، أو حدد أشياء. الآية ما حددت، قالت ليس كمثله شيء، كل شيء ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، هذا ما قاله الإمام مالك. فاستواء الله عز وجل لا يقارن باستواء أي مخلوق، نحن نعلم الاستواء لكن كيفيته لا تشبه أي مخلوق، تمام؟ لا تشبه أي مخلوق. زين للناس اللي ردت عليها، يعني من ضمن الكلام، من ضمن الكلام يعني، مع أن نحن اتفقنا أصلا في كلامنا أن يكون النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة، قلت ذلك في بداية المناظرة. جايب لي وحدين مجسمة وجايب لي كلام فلان الفلاني وفلان، بشر. طيب، اهتزاز عرش الرحمن لم يصح حديث في هذا. إن شاء الله كنت وضحت كل شيء. أشكركم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.